المسائية من الميادين وفي عناوين ملفها الوحيد لليلة. العميد حاج زادة، الهجوم الصاروخي اقتصر على قاعدة عين الأسد لضرب الآلة الحربية ومركز القيادة والسيطرة، ولم نسعى لقتل الأفراد. حاج زادة يؤكد استعداد إيران لمختلف السيناريوهات، ومنها الحرب على نطاق واسع واستعداد الوحدات القتالية لدخول مراحل جديدة من العمليات. الرد الإيراني يرسم خريطة جيوسياسية جديدة للمنطقة، فأي اعتبارات سياسية استراتيجية تحكم المعادلة التي تنسجها طهران؟ تبعات الضربة تتفاعل في واشنطن، مشاورات في الكونغرس للحد من صلاحيات ترامب تجاه إيران، وتباين في تصريحات البنتاغون. مساء الخير. الأبعاد والنتائج العسكرية والسياسية للرد الإيراني الاستراتيجي على القوات الأمريكية شرحها قائد القوة الجوفضائية في حرس الثورة الإيراني العميد أمير علي حاج زادة، وفيها أن إيران قادرة عسكريا وتقنيا وبشريا على تحديد غرفة داخل قاعدة عسكرية لاستهدافها وتدميرها، وفيها أن الصواريخ الإيرانية والفريق العامل على استخدامها قادر على تخطي كل برامج ومنظومات الدفاع الجوي للأمريكي ونجح في ذلك، وفيها أن إيران أرادت من خلال استخدام القوى العسكرية على نقاط محددة حسم الجدل بأنها لو أرادت قتل جنود أمريكيين لفعلت، وفيها اعتبار الرد الإيراني استراتيجيا لكونه الأول منذ الحرب العالمية الثانية يستهدف قواعد أمريكية بشكل مباشر وعلني. الرد بالنسبة لواشنطن وحلفائها بداية مرحلة جديدة من التعامل مع إيران كقوة عسكرية قادرة ومتطورة، ومن نتائج ذلك ما يبنى على المستوى السياسي بأن في المنطقة قرارا للسلم والحرب والأمن والاستقرار لإيران فيه كلمة الفصل. من جديد أهلا بكم في المساء. في مسائية الليلة نرحب بضيوفنا هنا في الاستوديو بالباحث العسكري العميد الدكتور محمد عباس، العميد المتقاعد. مساء الخير دكتور محمد. أيضا ينضم إلينا من بغداد الباحث الأمني والاستراتيجي الأستاذ أحمد الشريفي. مساء الخير أستاذ أحمد. من القاهرة ينضم إلينا الكاتب السياسي السيد الشبل. مساء الخير السيد الشبل. ومن لندن ينضم إلينا الخبير في الشؤون الدولية ماركوس بابادوبولوس. مساء الخير أستاذ ماركوس. وأيضا على أن ينضم إلينا بالجزء الثاني محمود العجمي الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية من قطاع غزة. سنبدأ بالمؤتمر الصحفي المهم اليوم من طهران للعميد أمير علي حاج زادة قائد القوة الجوفضائية بحرس الثورة الإيراني، الذي أكد أن هدف قصف قاعدة عين الأسد هو تدمير غرفة التحكم والقيادة، وهذا ما تحقق، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان استهداف 5000 جندي أمريكي. دمرنا هذه المواقع الأمريكية، وقد يكون هناك قتلى أمريكيون، لكن الهدف بالنسبة لنا هو استهداف غرفة القيادة والمقار العسكرية المهمة، ولم نكن نستهدف القوات الأمريكية كمجرد قوات. حاجي زاد أضاف أنه بعد 15 دقيقة من بدء العمليات قامت إيران بعمليات حرب إلكترونية كبيرة سيبيرية، وأخرجت الطائرات المسيرة الأمريكية عن السيطرة للحظات، ما سبب ضربة معنوية كبيرة لدى الأمريكيين. أطلقنا 13 صاروخا وكنا على استعداد لإطلاق مئات الصواريخ إذا ردت الولايات المتحدة، وتوقعنا أيضا استمرار الاشتباكات المحدودة لثلاثة أيام إلى أسبوع واحد. حاج زادة أشار إلى أنه إذا ردت الولايات المتحدة على إيران فإن الخطوة التالية ستغير المعادلات، ولفت إلى أن الصفعة الإيرانية كانت السر في العملية.
الولايات المتحدة تروج لصورة غير حقيقية وهي ليست بالقوة التي تتحدث عنها. لاحظوا أن الولايات المتحدة ترسل الجنود والمعدات العسكرية بأموال الدول العربية في الخليج الفارسي. لن ينفع ذلك بشيء. الصفعة الإيرانية كانت سر العملية والخطوات اللاحقة ستتم عبر جبهة المقاومة. انطلاقا مما قدمه العميد حجي زادة، سأبدأ معك المسائية دكتور محمد. يعني تاريخيا على ما يبدو، سأبدأ من التاريخ والأمس القريب. منذ إسقاط طائرة هوك، القيادة الإيرانية بكافة مستوياتها ولا سيما الآن نتحدث العسكرية، تحرص على تقديم الدلائل الإثباتات عبر كافة الوسائل والأهداف التي وضعوها. يمكن القول باختصار أنه الرد الإيراني كان مدروسا، غير مفاجئ، مباشر، ثقيل، مركز، وشكل البداية التي أوصل فيها الرسالة الواضحة إلى الأمريكي. دون شك، يعني الضربة لم تكن مفاجئة للأمريكيين. يعني حتى كل الإعلام كان يتحدث عشية انطلاق الصواريخ، نفس يعني من قبل يومين، من بعد استشهاد الشهيدين الجنرال سليماني وأبو مهدي المهندس، بدأت وسائل الإعلام تتحدث عن الرد. وحتى أنه بعض فصائل المقاومة العراقية تحدثت أنه قبل بضع ساعات أو قبل يعني أقل من 24 ساعة على القوى العراقية الموجودة قريبا من المواقع الأمريكية أن تبتعد عن هذه المواقع بحدود كيلومتر. يعني أنه هذه القواعد ستستهدف. إذن الأمريكي كان على قناعة وبين أن القيادة الإيرانية سترد. هلأ طبعا قبل ما يتخذ القرار الأمريكي باستهداف الشهيدين، يمكن أنه بعض التقارير الأمريكية للرئيس ترامب أنه الإيرانيون بسبب وضعهم السياسي في المنطقة وبسبب الوضع القائم لا يمكن أن يقدم الإيرانيون على الرد. يعني هم قاموا بتقديرات خاطئة أنه خلينا نخطف هذه العملية ونصطاد هذا الهدف الثمين اللي هو قائد محور المقاومة، والإيراني لن يجرؤ على الرد. أنا أكيد هذه التقارير اللي رفعت للرئيس الأمريكي قبل القيام بعمليته الإجرامية. الرد دون شك كان مفاجئ، بالمعنى أنه الأمريكيون كانوا لا يعتقدون أن الإيرانيين سيردون. الرد لم يعد مفاجئا بعد أن حصل الاستشهاد، بعد الاستشهاد وبعد تشييع الشهيدين. هذا التشييع الاستثنائي، هذه الجنازات الاستثنائية للشهيدين، كانت تؤكد أن هناك التفاف حول القيادة الإيرانية، هناك التفاف حول الحج الشعبي في العراق، وأن القيادة الإيرانية عندما حضر السيد الخامنئي اجتماعات مجلس الأمن القومي شخصيا وقال سنرد، إذن أصبح الأمريكيون يخشون الرد. يعني أنا بتقديري التقديرات قبل العملية شيء، وبعد العملية ومشاهدة الإجماع الشعبي والطلب الشعبي، خلينا نقول هذا الإجماع كان يريد أو يبغي أن ترد القيادات على الأمريكيين. لذلك الأمريكيين لم يكونوا متفاجئين، وكانت قاعدة عين الأسد هي بعين الاستهداف، والأمريكي يعلم ذلك. دون شك الأمريكي أخذ الإجراءات الاحتياطات الكاملة، ولكن أنا بتقديري حتى لو كان متيقن أنه سيحصل الاستهداف، كان كمان بالناحية أخرى ومن زاوية أخرى يستبعد ذلك، لأنه معه قوات أخرى ومعه قوات عراقية، وهو يعتقد، يعني دائما هناك مفاجآت في الحرب، يعتقد أن الإيرانيين قد لا يمتلكون أسلحة دقيقة تسمح لهم باستهداف الأمريكيين فقط. ويمكن هاي ظلت نقطة عند الأمريكي عالقة، أنه الإيراني يمكن ما يرد لأنه ما بيقدر يعني القاعدة هدف منه كبير أساسا. القاعدة يعني القاعدة بالمفهوم العسكري هي هدف نقطي، منه هدف مسيحي. لو كانت قاعدة جوية ولها أبعاد كبيرة نسبيا، ولكن هذا بالعلم العسكري هدف نقطي. ولكن يعني واضح أنه الضربة مدروسة بهذا المعيار، هذا الثقل وهذا الحجم، حسب ما قال العميد حجي زادة. طبعا هناك ثقة بالأسلحة، يعني الإيراني لديه ثقة بقياداته وبقادة القائمين على هذا السلاح، أنه قادرين أن يوصلوا السلاح إلى الهدف وعدم إصابة الخلفاء. سأعود بالتفصيل معك. يعني هذا السلاح الاستراتيجي الذي كشف عنه الإيراني لهدف عسكري مشروع، يعني وقال واضحا لا أريد قتل الأفراد بل إيصال وكسر هذه الهيبة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية إلى اليوم، استهداف دولة لقاعدة عسكرية أمريكية. من خلال هذا الاستنتاج أستاذ الشريفي معنا من بغداد،
الرد الذي اتفق عليه إذا أردنا بالخلاصات بحسب أيضا اليوم التفاصيل التي كشف عنها العميد حاجي زادة، يعني باجتماعه الأخير لمجلس الأمن القومي الإيراني برئاسة المرشد خامنئي يمكن أن يقول ينقسم إلى قسمين، ضربة سريعة مباشرة علنية تظهر الحزم، تحقق الردع وأيضا ترمم المعنويات، هذا بالشكل الأولي. الثاني والأهم هو استغلال لحظة العدوان لما سمي الآن صياغة هدف استراتيجي يقلب أهداف التصعيد الأمريكي، وهو ما عبر عنه محور المقاومة بصراحة، الهدف طرد القوات الأمريكية من المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك أن احنا نتحدث عن رسالة، ولكن الرسالة من حيث التقييم هي رسالة ردع، هي ليست رسالة الغاية منها التصعيد، على اعتبار أن الجمهورية الإسلامية تدرك حقيقة أن الردع في مثل هكذا حالات هو استراتيجيا يصنف كأفضل الخيارات، فضلا عن مسألة مهمة جدا أنه كانت هناك رسالة تضمنتها الأبعاد الثلاث، أنه رسالة ذات بعد سياسي وذات بعد إعلامي وذات بعد عسكري تعبوي، وقد تحققت الأبعاد الثلاث للرسالة بصرف النظر عن نسبة التدمير وعدد الخسائر، لأنه هو بحد ذاته الوصول إلى قاعدة استراتيجية تصنف أنها القاعدة التي لا تكافئها إلا قاعدة موجودة في بريطانيا من حيث التحصينات ومن حيث البنى التحتية ومن حيث الرهان الأمريكي على هذه القاعدة، فضلا أنه هذه القاعدة من حيث الموقع الجغرافي هي تمثل المقترب الأهم من وجهة النظر الأمريكية لمعابر الطاقة وخطوط النقل الاستراتيجي البري، فضلا عن أنها في معادلة الولايات المتحدة أنها تمثل جزءا جغرافيا يتضمن ما يطلق عليه بأمن الكيان الصهيوني، وهذه قضية أمن الحلفاء وأمن الطاقة من الأمور التي تعتبرها الولايات المتحدة جزء مهم وحيوي في سياستها الخارجية، فضلا عن مبدأ الهيمنة الذي تتحدث عنه بفرض إرادة لا تكسر. هذه العملية بالحقيقة جاءت باتجاه كسر هذه الإرادة والدعوة بشكل أو بآخر إلى أن هذا التكافؤ والتفوق الذي تحقق يدعو إلى التفاوض. فهناك خط شروع في تقديري للمرحلة القادمة سيؤسس لمفاعيل جديدة، وأنا في تقديري لسنا بعيدين عن الاصطفاف الذي الآن يطلق عليه بالA3 والذي هو يضم كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهذه بالحقيقة دول فاعلة ومؤثرة وكانت جزءا مهما وحيويا في اتفاق 5+1، بل تصنف أنها الدول الأكثر تضررا في انهيار هذا الاتفاق، وكان سبب الانهيار هي الولايات المتحدة، لذلك هي مناورة ميدانيا فيها الرسائل العسكرية والسياسية والإعلامية. على المستوى الدولي هي حركت الساكن لإرادات دول كانت ترى أن مصالحها قد تضررت وأعطيت بعد هذه الضربات المتبادلة أعطيت فرصة لتنشيط دورها كضاغط على الولايات المتحدة من أجل متبنيات جديدة قد تفرزها الانتخابات المفاوضات القادمة. يعني هذه نقطة سنغوص فيها أكثر، التحالف الذي أشارت إليه والمواقف الأوروبية أستاذ الشريفي، وأيضا هذه المناورة الميدانية برسائلها كما ذكرت التي حركت ساكن إيرادات الدول. ولكن أذهب إليك سيد الشبل بالمقاربتين اللذين طرحهما إن كان الدكتور محمد عباس هنا الخبير العسكري وأيضا السيد الشريفي من بغداد. بالمضمون أتحدث بالنسبة للعميد حاجي زادة، أجاب عن ثلاثة أسئلة: لماذا قاعدة عين الأسد التي استهدفت بالرسائل المعنوية العسكرية وكذلك السياسية؟ ثانيا، ما الذي حققته إيران يعني من أهداف؟ وكيف ستكون طبيعة المرحلة المقبلة؟ هل نحن اليوم اتجاه نحو محور المقاومة لجولات انتقامية أخرى بمعادلات جديدة فرضها الردع والانتقام الإيراني الأولي؟ هو والله أنا باعتقادي أن ما جرى هو رد مقاوم من محور مقاوم بالكامل قام به الجيش الإيراني عبر حلفائه في العراق العربي، لكن في النهاية هو رد المحور كامل، رد مقاوم بيشمل يعني نقدر نقول إن هو ضربة موجهة للغطرسة الأمريكية للإمبريالية الأمريكية، ضربة موجعة لكيان يشعر إنه يعني يشعر بالغطرسة ويشعر بالإحساس إحساس ممتلئ بإنه قادر على إنه يهيمن على العالم يتمدد عبر قواعده العسكرية.
الضربه في الحقيقه الاهم فيها هي ان بتثبت ان احنا كامم يعني ضعيفه، كامم عالم ثالث، كامم خارج يعني نطاق اللي مش مطلين على شمال المحيط الاطلسي، خارج دائره حلف الناتو، ان احنا لا عندنا كرامه وقادرين على ان احنا نرد الضربه اللي بتتضرب لنا. هي دي عبقريه الضربه. يعني الحديث حتى عن تفاصيل الضربه العسكريه او ان هل في قتل امريكان او لا يوجد قتل امريكان، الفحوى الحكايه القضيه مش هنا بصراحه. الفحوى في يعني جوهر الموضوع يتمثل في فكره انك تكون قادر انك ترد على الامريكي لما يضربك، قادر على انك انت ترد على الصفعه بصفعه، قادر على انك تؤلم الامريكي، قادر على انك تهدد الامريكي، ما إن يعني لا يوجد خوف، لا يوجد رهبه، لا يوجد انكار، يوجد تفاخر بالعمليه التي وقعت في العراق. دي قاعده امريكيه انك انت توجه ضربه للجيش الامريكي في هذا التوقيت، ده شيء يدعو للفخر، ومش محسوب لايران، هو محسوب لمحور مقاوم كامل موجود من اول بوليفيا وفنزويلا ونيكاراجوا في امريكا الجنوبيه وامريكا الوسطى لحد كوريا الشماليه في غرب اسيا، في شرق اسيا. فاذا احنا بنتكلم على ان ايه، يعني ان الضربه في اساسها وفي جوهرها هي اثبات لقدرتنا على المقاومه، قدرتنا على الحياه، قدرتنا على الصمود. الحديث حوالين ان الموضوع ممكن يمتد الى انه يبقى حرب انتقاميه بين الطرفين، يعني بين طرف المقاوم، بين محور المقاوم الكامل وبين الولايات المتحده الامريكيه. انا باعتقادي يعني ان حاله الزخم اللي حصلت بعد اغتيال قاسم سليماني وابو مهدي مهندس ورفاقهم من الحشد الشعبي العراقي، باعتقادي يعني تصوري الشخصي ان امريكا فوجئت بالزخم القوي اللي حصل من المحور كله. يعني في حاله زخم، في حاله حشد قوي جدا، حشد عربي على فكره. يعني الشعب العربي نفسه، الشعب العربي بعيدا عن الانظمه، احنا نتحدث عن الانظمه، الشعب العربي نفسه مستنفر ورافض للهيمنه الامريكيه. اللي حصل حشد قوي جدا في ايران، في خلال حصل حشد قوي جدا في العراق، في مراسم العزاء بتاع الشهداء. اعتقد ان هذا يعني هذا الجمهور القوي الداعم للمقاومه والداعم لحق للرد والراغب في الصمود والكرامه، اعتقد ان ده ازعج الامريكي. فبالتالي الامريكان هيكون ردهم القادم حسب تصوري وحسب اعتقادي يعني انه هيكون رد من اجل تفتيت المحور ده. يعني ازاي الحاله الجمعيه، حاله التلاحم، حاله الوحده، حاله الرغبه في التمسك بالكرامه، حاله تأييد رد الصفعه للامريكان، الحاله الشعبويه الجميله دي اللي احنا شاهدناها دي رغم المرجفين ورغم الجبناء ورغم كل حاجه، ده خليهم على الهامش. لكن في حاله معينه تم رصدها بالتاكيد من المخابرات الامريكيه، الحاله دي لابد من تفتيتها. فبالتالي انا اعتقادي ان الرد الامريكي هيكون رد مخابراتي، رد ملون، يعني على شاكله الثورات الملونه، رد يستهدف تفكيك ازاي الحاله الشعبويه دي، ازاي نفككها. واعتقد ان هم بادئين لده وهم متحركين من ده فعلا. يعني هم بيستغلوا طبعا ورقه الدين وبيستغلوا مواقع التواصل. يعني انا شخصيا يعني انا رصدت ان تقريبا 100% من الجمهور اللي بيهاجم الصين تحت زعم اضطهاد الايجور وما الى ذلك هو نفس الجمهور اللي رافض المحور المقاومه واللي بيتهكم على الضربه العسكريه اللي وجهت لقاعده عين الاسد، هو نفس الجمهور. طيب هل الجمهور ده يعني هم بيوصلوا له ازاي وبيتحركوا عليه ازاي؟ هم بيعتمدوا على اوساط متعلمه واوساط غير متعلمه. صحيح. يعني سنخوض اكثر معك استاذ سيد شبل ومع ضيوفنا الكرام برده الفعل الامريكيه، بدايه نقرا من الحاضر، يعني من كلام ترامب، من المواقف الامريكيه، من كلام اسبر، لقراءه وتحليل ما هو الرد الامريكي المرتقب او قراءته للمرحله الجديده في ظل على ما يبدو التصعيد الواضح ليس من قبل إيران كما قلت بل من محور بأكمله، وهنا أهمية جوهر الموضوع، القدرة على الرد والمقاومة والصمود. أنقل هذه النقاط لك سيد ماركوس معنا من لندن. هل يمكن القول من كلام يعني كل ضيوفنا الآن هذه المقاربات وأيضا ما ذكره العميد حاجي زادة بشكل مقتطف، سأقتبس بعض الكلام، إذا ردت الولايات المتحدة على إيران فإن خطوتنا التالية لن تكون مجرد صفعة قوية بل خطوة تغير المعادلات. يمكن استراتيجيا بالخلاصة أن نقول من خلال المرحلة الأولى للرد استطاعت إيران أن تحقق الهدف الرئيسي وإيصال الرسالة الرئيسية، كسر الهيبة الأمريكية بالمنطقة بشكل كلي وإظهار القوة العسكرية الحقيقية لواشنطن؟
قبل أن أجيب عن هذا السؤال لابد وأن أقول بداية أنه من خلال اغتيال الفريق سليماني قامت الولايات المتحدة بتقديم خدمة للقوى الوهابية التي أعثت الخراب والخوف في بلدان متعددة من العالم، لا سيما البوسنة وليبيا وسوريا والعراق. أما بالنسبة إلى رد إيران على عملية اغتيال الفريق سليماني الذي طلع بدور لا غنى عنه في إلحاق الهزيمة بداعش في لبنان وسوريا والعراق، لابد وأن أقول تالي: لقد أظهر الإيرانيون للأمريكيين وللشرق الأوسط وللعالم بأسره أنهم طوروا تقنية متقدمة في علم المواجهة العسكرية، حيث بات من الغبي لأي بلد أن يتخذ أي تدبير عسكري بحق إيران من دون حساب ذلك أكثر من 1000 مرة. فبغض النظر عن القدرة العسكرية لأي بلد كان، من المهم في هذا العصر العسكري المعاصر أن يتمتع الجيش كذلك بمخزون ضخم من الصواريخ المعاصرة والحديثة التي لا يمكن استخدامها فحسب في عمليات الهجوم، بل كذلك في عمليات دفاعية. ونظرا لأن إيران قد قامت بقصف هاتين القاعدتين العسكريتين بهذا القدر من الصواريخ، وقامت بخرق منظومات الدفاع الصاروخية للقاعدتين، هذا بالطبع سيشعر واشنطن بقدر كبير من عدم الارتياح. وما من شأنه أن يعزز مخاوف واشنطن هو تالي: أعتقد أن إيران لو أرادت أن تلحق الجيش الأمريكي بقدر كبير من الخسائر، كان ذلك على مستوى القوات الأمريكية في العراق أم في منطقة الخليج، فإيران أكثر من قادرة على تحقيق ذلك. بالتالي إذا ما أقرنا هذا الواقع بكيفية خرق الصواريخ الإيرانية لمنظومات الدفاع الصاروخية لجيش تابع لقوى عظمى، عندئذ سيعي الأمريكيون أن مهاجمة إيران إما من خلال الاجتياح البري أما من خلال عملية قصف جوي ستكون عملية لا فائدة منها. بالتالي أعتقد أن هذا الرد الإيراني سيدفع الأمريكيين وسيعزز الرأي القائم في واشنطن بأن الطريقة الأفضل لأمريكا لتغيير النظام في إيران الانقلاب على الإنجازات العظيمة للثورة الإسلامية هو فقط من خلال العقوبات، وهذا هو أملهم الوحيد. أي بالنسبة للأمريكيين سيعتبرون أن العقوبات وحدها قادرة على خنق الاقتصاد الإيراني، لكن أعتقد صراحة أن بعد هذا الرد الإيراني بحق الأمريكيين جراء عملية اغتيالهم للفريق سليماني، أعتقد بكل بساطة أن الخيال العسكري في واشنطن ضد إيران بات بعيدا كل البعد عن طاولة الطرح وإلى الأبد. وأعتقد أن بلدان أخرى في المنطقة بما في ذلك بعض البلدان الخطيرة جدا، بلدان تعمل على بث انعدام الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فحسب في العالم في رمته، وهنا أتحدث بقصد القول عن السعودية وإسرائيل، ستأخذ علما بضرورة الأحوال بالتكنولوجيا الصاروخية المتطورة لإيران، كما أن إيران قامت باستحداث هذه التقنية المتقدمة بناء على مقدراتها الخاصة. بالنسبة للإسرائيليين نعم هم يتمتعون بجيش حديث ممتاز، ولكن ذلك يعزز على حد كبير القدرات والمساعدة الأمريكية يعني كي لا نجمل كل محاور حديث المسائية بإجابتك المهمة، ولكن أشارت إلى البلدان في المنطقة وحلفاء أمريكا، كيف سيتصرفون، كيف سينظرون إلى هذا التطور التكنولوجي بهذا الشق وميزان الردع الذي وضعته إيران بالمنطقة، إن كانت الدول الخليجية على رأسها السعودية أو حتى إسرائيل كما أشارت. ولكن اسمح لنا أيضا أن نغوص بنقاط أساسية أثرتها. لفتني ببداية الحديث حينما قلت بأن أمريكا قدمت خدمة للقوى الوهابية، وهنا نعيد إلى دور الشهيد سليماني وأيضا الشهيد المهندس بمحاربة أذرعة ومن خلق الإرهاب في المنطقة الأمريكي داعش تحديدا، وما أشرت إليه أيضا بتطوير تقنية متقدمة بعلم المواجهة العسكرية. هاتين النقطتين دكتور محمد عباس
أيضا أضيفهما إلى ما قاله العميد حاجي زادة، الحرب الإلكترونية الكبيرة السيبرية التي أخرجت، قال قبل 15 دقيقة من بدء العمليات كل الطائرات المسيرة الأمريكية عن السيطرة للحظات. ما الذي يعني ذلك بعلم المواجهة؟ أولا بكل أمر عمليات حديث للجيوش الكبرى هناك الحرب الإلكترونية خانة مخصصة للحرب الإلكترونية. إيران دخلت في هذا الإطار ضمن الدول الكبرى وليس الدول العادية. يعني إيران حتى الغرب يعترف أن إيران لديها قدرات على خوض الحرب الإلكترونية قدرات متفوقة. وأنهم يعني وهذا ظهر بأكثر من مناسبة، واليوم ظهر بصورة أكبر كما ذكر العميد حاجي زادة أنه استطاعوا تحييد الطائرات المسيرة أو إبقائها على الأرض لفترات طويلة. طبعا الإيرانيون منذ حوالي أكثر من 10 سنوات عندما أنزلوا الطائرة الأمريكية الحديثة طائرة استطلاع سيطروا عليها إلكترونيا وأنزلوها سالمة، ثم صنعوا طائرات على شكلتها وظهرت في مناسبات عديدة. الحرب الإلكترونية جزء من هذه الحرب، وطبعا هذا إنجاز عسكري. عندما نتحدث عن الإنجازات أو الدلائل العسكرية للعملية، هذا التفوق السيبراني للإيرانيين هو جزء من الحرب وجزء من الأهداف العسكرية المحققة والتي سيؤخذ يعني لها ستؤخذ بعين الاعتبار في أي حرب مع إيران. لأنه دائما عندما العدو يضع خطط عمليات لمواجهة خصمه يضع كل الاحتمالات، يعني ويقيم نوع من توازن القوى أو معادلة قوى بين القوات الموجودة، إن كان على مستوى الجو، على مستوى البر، على مستوى المدرعات، على مستوى الحرب الإلكترونية. كل هذا يأخذ بعين الاعتبار. إذا دون شك الأمريكيون في كل عملياتهم المستقبلية سيأخذون ذلك بعين الاعتبار. نفهم استنادا عذرا على هذا الإنجاز الاف بي اي تحديدا اليوم، وزارة الداخلية الأمريكية تحذر من الهجمات السيبرية التي ستكون مصدرها إيران. ليست المرة الأولى، أنا قلت أكثر من مرة، يعني هن يعني الأمريكيون اعترفوا أنه تعرضوا لهجمات سيبرية، ولكن هذه الهجمات وكانوا يتهمون إيران. يعني هم يعلمون مدى تطور القدرات الإيرانية في هذا الإطار. والنقطة هناك نقطة يعني أشار إلها ضيفك من لندن، أنه استبعاد العمل العسكري، أنه هذا الرد الإيراني وعدم الرد الأمريكي، هذا يعني أن الأمريكيون لم يعودوا يفكرون أو لن يعودوا يفكرون بأي عمل مستقبلي عسكري ضد إيران، وهذا سيكون له تداعيات على المستوى الاستراتيجي وعلى المستوى السياسي، ما بعرف إذا منقوضه لاحقا. طبيعة الحال قال الرد الفعل الأمريكي سيكون رد مخابراتي أو كالثورات الملونة التي دعمتها. هذا مرتبط بالبعد الاستراتيجي، لأنه هذا مرتبط بالقدرة الإيرانيين على الردع اللي ظهر بالأمس. عدم الرد يظهر أن قدرات الردع الإيرانية حققت أهدافها، والولايات المتحدة بعملياتها التي استهدفت الشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس، واللي أرادت فيه من خلالها فرض قواعد اشتباك وتعزيز قدرة الردع الأمريكية، أنه الولايات المتحدة دولة عظمى تضرب ساعة تشاء متى تشاء كيفما تشاء والهدف الذي تشاء. هذا الرد اليوم وعدم الرد الأمريكي عليه، مع أنه مثل ما قال العميد حاجي زادة كانوا متوقعين، يعني كانت القيادة الإيرانية قامت بهذه الخطوة مهما كانت نتائجها، وكانوا يتوقعون أقله أن يحصل الرد ويستمر عدة أيام وسيكون على استعداد هناك رد واستنفار أمريكي. هذا طبعا عندما لا ترد الولايات المتحدة، هذا يعني أن قدرة الردع الأمريكية التي كانت تستند إلى القوة المتفوقة وأنها قادرة على ردع الدولة أقل منها من حيث القدرة العسكرية، كانت تعتبر أن هذا تحصيل حاصل. وهذا كمان أيضا من ضمن القراءات الخاطئة اللي أشارت إلى بالأول، القراءة الخاطئة اللي قلت عنها بالأول أنه كانوا لا يعتقدون أن الإيرانيين سيردون، ثم عندما لاحظوا التصميم الإيراني والقدرة الإيرانية واللي اختبروا فيها بعض نماذج الأسلحة ذو الفقار والقيام، هذه نماذج بسيطة مما تمتلكه إيران من أسلحة، هناك مفاجآت عديدة على متوسطة. كل المستويات خاصة على المستوى الصاروخي، هم لديهم أسلحة أكثر قدرة تدميرية، أكثر مديات
يعني قادرة على الوصول إلى 2000 كيلومتر مثل شهاب 3 وأكثر دقة. يعني إذا هذه الصواريخ أنا لما بيقصوا هن يعني فشل أمريكي سيادة العميد بالردع قبل الرد، يعني لم نسقط أي صاروخ بأنظمة الدفاع الصاروخية. أهم شغلة قبل ما نحكي عن المردود العسكري والمردود الاستراتيجي، تقدير الموقف. الأمريكي أخطأ بتقدير الموقف مرتين، أخطأ بتقدير. هو اعتبر أن الإيرانيين لن يردوا، واعتبر أن الإيرانيين مردوعين. ظهر العكس، ظهر أن الأمريكيون مرتدعون، لأنه دون شك يعني أنا من أول يوم طلعنا على المحطة قلنا أنه الأمريكي كيف بيخطئ فعلا، يعني ارتكب حماقة، لأنه أساسا هو غير جاهز لحرب. يعني بضع آلاف من الجنود في العراق وعلى الأرض العراقية اللي هن قريبين بريا لإيران. سنخوض معك يعني السيناريوهات، أو ما هي التوقعات التي كانت لدى الأمريكي؟ لأنه كان في تصعيد نبرة عالية جدا من قبل كل الصقور المحيطين، من مارك إسبينلا، مارك ميلي، إلى بومبيو، وصولا إلى ترامب حتى سدة الرئاسة. 5 أيام عن أن الضربة مقابلها ضربة، الرد مقابل رد، وصولا إلى ابتلاع ساحق، إلى ابتلاع هذه الضربة على ما يبدو من ترامب. وما نحاول أن نحلل ما الذي نتوقعه من ترامب أو باستراتيجيته إن كان قد نصح واستجاب لهذه النصائح، ولكن أيضا هذا دفع يمكن حاج زاده إلى رفع السقف أكثر بما حقق من نتائج، حينما قال بمؤتمره الصحفي اليوم إن اغتيال الشهيد سليماني سيحدث تسونامي في المنطقة وسيجرف كل القواعد الأمريكية فيها. على الكويتيين والإماراتيين والبحرينيين والأردنيين والأفغان أن يتخذوا القرار بإخراج القوات والقواعد الأمريكية، وإذا لم يفعلوا فجبهة المقاومة هي التي ستنفذ ذلك وستقوم بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة. دماء الشهيد سليماني ستحدث تسونامي في المنطقة يجرف كافة القواعد الأمريكية منها. سيد الشريف، أنا سأذهب إلى الشكل الذي أيضا يرسل رسائل وهو يعكس المضمون، ما يقوله محور المقاومة. كان لافتا بالمؤتمر الصحفي توسط العميد حاجي زادة مختلف الأعلام التي تمثل محور المقاومة من فلسطين إلى لبنان إلى العراق، وكأنه إيران تقول القرار بات يحظى بتبني مختلف حركات محور المقاومة، وأدنى مفاعيله إدخال الأمريكيين دائرة النار بالمرحلة الجديدة، أليس كذلك؟ وهل نحن اليوم أمام جولات انتقامية بالمرحلة المقبلة لمحور المقاومة انطلاقا من الساحة العراقية؟ لو سمحت ننطلق. نعم، بالحقيقة دماء الشهيدين رحمهم الله أدت إلى تحقيق المفاعيل الثلاث. الأول أن المرحلة القادمة سيستبعد فيها خيار الحرب، ثم تسليح المفاوض بموقف بالحقيقة سيعزز بشكل كبير جدا إن انطلقت عمليات التفاوض سيكون مسلح فيها تتسلح فيها الجمهورية الإسلامية لإدارة الصراع مع الولايات المتحدة. تحقيق الاصطفاف وإعادة التموضع مجددا لمحور الممانعة كرد فعل على ما حصل هو أيضا عنصر أساسي وفاعل أساسي سيرسم ملامح المرحلة القادمة. المعادلة على مستوى الرد واستثمارها أسكتت في الحقيقة خيارات كانت بشكل أو بآخر مطروحة. يعني حينما نتحدث عن المعضلة العسكرية الآن، نتحدث عن الطائرات المسيرة وأنه نظرية الدرون بشكل أو بآخر باتت معضلة إلى منظومات الدفاع الجوي وقدرتها على أن تكون طائرات عابرة للحدود وما إلى ذلك. وأيضا كانت هناك معضلة بالمقابل هي الصواريخ البالستية التي من غير الممكن ردعها، وإن ردعت أو استخدمت بشكل الرشقات فلن تصمد أمامها أي منظومة دفاع جوي وستكون المعادلة باهظة الكلفة. القدرة في مجال استثمار الحرب السبرانية في تحقيق ما يطلق عليه بالجدار الناري أو الفايروول، هذا بالحقيقة عملت عليها الجمهورية الإسلامية وجعلت المعضلة المطروحة والمتبنات على مستوى الطائرات المسيرة الدرون هي خارج الحسابات. والدليل أنه أما أن يجري قرصنتها أو يجري إسكاتها وتحييدها عن أداء مهامها القتالية، فإذن المعادلة باتت واضحة جداً. في قادم الأيام سنشهد
توجها باتجاه التفاوض، ستتبناها الولايات المتحدة بقوة تأسيسا على ما حصل من مفاعيل في الميدان بعد حادثة الاغتيال، وانطلاقا إلى فضاء أوسع أن هناك رؤية إقليمية ما عادت تقتنع بالحرب وتدفع باتجاه تبني خيار التفاوض بما فيها حلفاء يصنفون أنهم حلفاء استراتيجيين إلى الولايات المتحدة إقليميا. دوليا حضرت إرادات دولية، وهذه الإرادات الدولية بالحقيقة ستؤسس إلى معادلة قادمة ترضخ فيها الولايات المتحدة للقبول بمبدأ التفاوض بعيدا عن الحرب، إدراكا من الجميع أن الحرب بعد المعطيات التي جرت وما تم فيها من آليات إلى أن الحرب ستكون باهظة الكلفة ولن تحتملها الأطراف الحليفة للولايات المتحدة، فضلا عن أنها ستؤدي إلى أرباك الأمن الإقليمي والأمن الدولي. رصيد آخر يجب أن نلتفت إليه أحرج حتى الأمم المتحدة. الهدف الذي كان يتصدى لقتاله الشهيدين هو موصوف بموجب القانون الدولي وموجب مواثيق الأمم المتحدة بأنه هو تهديد للأمن والسلم الدوليين، فكيف تستهدف شخصيتين هي كرست نفسها للقتال في ميدان ساخن جدا لمواجهة تهديد يصنف أنه هو تهديد للأمن والسلم الدولي وتضرب بهذه الطريقة؟ هذه كلها بالحقيقة المرحلة القادمة ستعزز صانع القرار السياسي في إدارة الصراع بالنسبة لمحور الممانعة في أن يمضي باتجاه أحداث تغيير فاعل ومؤثر في مسار الأحداث. نعم. طيب أستاذ الشريفي، لم تجبني فقط على هذه النقطة بشكل سريع، هل نحن أمام جولات انتقامية ستبدأ من خلال فصائل المقاومة العراقية؟ لأنه واضح من خلال المواقف قيس الخزعلي الأمين العام لكتائب عصائب أهل الحق يقول الرد سيكون مزلزلا، يعني الرد العراقي. ما الذي نتوقعه من الساحة العراقية المعنية الأساسية بالرد على هذه الجريمة التي انتهكت منذ البداية سيادة هذه الدولة ولم تقم أي اعتبارات التي أشارت إليها الاعتبارات أو المواثيق الدولية؟ في تقدير سيكون الرد قائم ولكنه مؤجل، أخذا بنظر الاعتبار الظروف والخصوصية التي يمر بها العراق. حكومة تسيير أعمال، هناك إرباك واضطراب تحت قبة البرلمان، هناك سوح تظاهر إلى الآن لم تتضح معالم رؤاها ومتبنياتها، فسيكون الرد وهو متبنى ولكن ليس آنيا. نعم. يعني مؤجل على المدى البعيد. مؤجل، أحسنتم أحسنتم. نعم. إذا أيضا سأنقل لك سيد الشبل بما يعني محور المقاومة، هل نحن اليوم بعد كلام العميد حاجي زادة وإشارة إلى تغير المعادلات الاستراتيجية نسأل عن طبيعة الرد؟ إذا كنت تتحدث عن طبيعة المشهد الأمريكي أو القراءة الأمريكية ستكون بتدخل مخابراتي أو ليس بردع عسكري وعدم قدرة على الخوض بمواجهة عسكرية، ماذا عن الطرف الآخر؟ ما هي الخيارات السيناريوهات لدى محور المقاومة أو إيران وحلفاؤها بالمنطقة؟ أنا باعتقادي أن لا أحد الآن يريد حرب شاملة ولا أحد يتحمل كلفة هذه الحرب الآن. يعني الحرب أصبحت تدار عبر حلفاء وعبر يعني قوات حليفة إلى آخره، لم يعد أحد يتحمل الحرب المباشرة، وهذه تعتبر شيء تخطاه الزمن وتخطته البشرية بصراحة. يعني سيناريوهات الحرب العالمية الثانية والثالثة لن يشهد العالم حرب جديدة. ما يجري الآن على أرضنا منذ 2011 أنا باعتقادي ضد العرب هو حرب حقيقية، يعني بتتم ضد أوطاننا بغرض تفكيكها وبغرض هدمها، هو أسوأ من أي عدوان عسكري. لكن الحرب لم تعد تجري بالشكل يعني المتخيل، الناس حشد جيوش في مقابل جيوش. الحرب ما يحدث في سوريا من 2011 حتى الآن هو حرب حقيقية، ما حدث في ليبيا من تدخل الناتو هو حرب، ما حدث في مصر من تمكين حركات متطرفة وإلى آخره هو حرب. بالتأكيد يعني كل ده يعني يجري تحت عنوان الحرب، لكن لا أحد باعتقادي يعني يريد حرب شاملة. محور المقاومة، أنا يعني سعدت بإشارة حضرتك إلى وجود أعلام حلفاء الثورة الإيرانية يعني إلى جوار القائد العسكري الإيراني. حقيقة الأمر إن إحنا قدام في محور المقاومة، إحنا أمام محور مقاومة
اقليمي مكون من 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 مجموعات عربيه، المقاومه اللبنانيه، انصار الله في اليمن، الحشد العراقي، النظام السوري، كل دول محور عربي متحالف مع ايران بيشكلوا محور مقاومه اقليمي. محور المقاومه الاقليمي ده جزء من محور مقاومه اممي. ايران لم تكن لتتمكن من الصمود لولا الدعم الاقتصادي في ملف النفط من الصين. ايران لا تتمكن من الصمود لولا ان امريكا يعني تقسم مؤامراتها ما بينها وما بين فنزويلا وما بين نيكاراغوا. في النهايه في يعني لولا ايران لم تكن لتصمد، وسوريا لم تكن لتصمد، واليمن لم تكن لتصمد امام العدوان السعودي لولا وجود روسيا يعني كقطب ظاهر في المنطقه وقطب بارز في المنطقه. في النهايه المعركه يجب ان ننظر اليها بشكل اممي واسع، وننظر اليها بشكل بالشق الشعبي العربي المؤيد لها او مختلف المحاور يعني. طيب هل رد محور المقاومه، هل محور المقاومه سيرد؟ هل الشعب العربي العراقي سيرد؟ حقيقه الامر انا بعتقد انه هيرد، وبعتقد ان تصريحات قيس الخزعلي امين عصائب اهل الحق حقيقيه، وبعتقادي ان كتائب حزب الله سترد. والفصائل دي ليها تاريخ حقيقه الامر يعني في مقاومه الامريكان، يعني هم لم يكونوا جزء من يعني بالتحديد عصائب اهل الحق وقيس الخزعلي والمجموعه لم تكن جزء من اللعبه السياسيه التي عقبت الاحتلال مباشره، يعني لم تكن جزء من اللعبه السياسيه التي عقبت 2003. حقيقه الامر الناس حاملين السلاح من اول يوم وبيحاربوا في الامريكان وبيؤلموا الامريكان وفي تاريخ ضدهم. كتائب حزب الله تشكل من مجموعه من الفصائل العراقيه مثل كتائب السجاد، قربلاء، الويد ابو الفضل العباس الى اخره. كل هذه الكتائب كان ليها تاريخ في المقاومه الامريكي بعد الاحتلال اللي حصل في 2003. ليس معنى هذا اننا نغسل سمعه احد او اننا نقول ان هؤلاء جميعا بدون اخطاء، حقيقه الامر كله عنده اخطاء، لكن في النهايه جزء من مشروع مقاوم منذ ظهور داعش في 2014، لا منذ دخول الامريكان في 2003 بشكل مباشر قبل ظهور وكلائهم اللي هم داعش. طيب الرد الحقيقي لمحور المقاومه وازاي انتصار محور المقاومه، باعتقادي انتصار محور المقاومه الحقيقي مش دم بدم. انتصار محور المقاومه هو بتحرير ارضنا العربيه، هو بخروج الامريكان والغربيين وحلفائهم من كوريا، سواء احنا عندنا جيوش من كوريا الجنوبيه موجوده حلفاء لامريكا، عندنا جيوش من يعني كل الدول الحليفه الامريكيه جايه بتجامل تقريبا في ارضنا العربيه، يعني كل الجيوش دي لابد ان تخرج. نعم يعني هنا انطلاقا من هذه سيد الشبل، نعم يعني انطلاقا من هذه ايضا الرسائل العسكريه، افهم من هذا الكلام هنالك ارتدادات سياسيه، وهذا احيل اليك سيد ماركوس من لندن، مما تقصد القياده الايرانيه تاكيد على امكانيه الرد الانتقام لمقتل القائد العسكري الكبير وايضا الشهيد سليماني والشهيد المهندس باظهار القدره على التعرض للولايات المتحده المباشره، ولكن ماذا عن الرسائل السياسيه؟ وكيف نقرا هذا التراجع بخطاب ترامب الاخير؟ هل فهم ووصلت هذه الرساله بشكل واضح اليه؟ وهنالك تراجع وإعادة يمكن أولويات، ترتيب الأولويات الاستراتيجية، وانطلق من كلام هنا مارك إسبر وزير الدفاع حينما يقول أن الولايات المتحدة من خلال هذه العملية استعادت مستوى من الردع بمواجهة إيران، استعادت يعني الجيش الأمريكي كان خاسرا لها. لا لا أصدق ذلك صراحة. أنا أعتقد أننا نتحدث عن أسباب عدة عندما نفكر في الدوافع التي قادت أو دفعت بالأمريكيين إلى قتل سليمان. أعتقد أن دونالد ترامب قرر أن ينحو منح الرئيس كلينتون السابق، لأنه كان كذلك يواجه إمكانية العزل في خلال ولايته، وعندما كان يواجه صعوبة حقيقية بدأ يقصف صربيا. وفي العام 2020 دونالد ترامب كذلك يواجه إمكانية العزل ولإلهاء الرأي العام المحلي، إضافة إلى قمع كل محاولات الديمقراطيين لعزله، قام باغتيال الفريق سليماني. لا يمكننا كذلك أن نستثني إمكانية أخرى، وهي أنه
من خلال اغتيال الفريق سليماني حاول الأمريكيون أن يحجزوا الإيرانيين أو أن يحبسوهم في الزاوية أملا في أن يرد الإيرانيون بشأن هجوم عسكري مباشر على الأمريكيين في الشرق الأوسط، ما من شأنه أن يؤدي إلى خسائر عسكرية كبيرة وفادحة، ما من شأنه بدوره أن يعطي الأمريكيين الرادع أو الذريعة المطلوبة للرد مباشرة على إيران، إما من خلال عملية قصف جوي أو من خلال عملية عسكرية. والسبب الثالث المحتمل هو أن الأمريكيين انطلاقا من معرفتهم بأن الإيرانيين سيردون على اغتيال سليماني أرادوا كذلك أن يختبروا الاستعداد والجهوزية والقدرة العسكرية الإيرانية، وأن يعرفوا تحديدا ما الذي تخبئه إيران تحديدا في ترسانتها العسكرية، ما الذي قامت إيران بتطويره على مر عقود. بالتالي أعتقد أن هذا هو البعد السياسي الذي يجدر بنا أن نراعيه في إطار مناقشة مساوغات الأمريكيين. أما بالنسبة إلى المساوغات الإيرانية فكما ذكرت آنفا، لقد دلل الإيرانيون للأمريكيين والشرق الأوسط والعالم بصورة عامة أنهم يتمتعون بقدرة عالية جدا للانخراط في عملية حربية صاروخية على المستوى الهجومي والدفاعي على حد سواء، كما أن هذا بحد ذاته سيؤدي إلى لم شمل الرأي العام الإيراني حتى بشكل أكبر حول الحكومة والقيادة. فرأينا عبر الشاشات ملايين الإيرانيين رجالا وإناثا من عامة الشعب يحتشدون في الشوارع مطالبين برد الثأر، والإيرانيون محتشدون وداعمون تماما حتى قبل اغتيال سليماني، وباتوا اليوم أكثر دعما لقيادتهم بعد اغتيال سليماني، وهذا يشكل أيضا بعدا سياسيا هاما جدا في كل ما حصل. لكن اسمح لي وبعجالة أن أتحدث عن العراق لو سمحت. في الواقع أعتقد أن أملا مبالغا فيه يوضع حاليا على إمكانية طرد الأمريكيين من العراق. على مر 17 عاما والأمريكيون متواجدون في العراق، والأمريكيون ما كانوا قابعين بلا حراك في العراق على مر 20 عاما تقريبا، بل قاموا بكل بساطة باختراق المؤسسات السياسية وتغلغلوا في الواقع في مؤسسات الخدمة المدنية وكذلك الجيش العراقي، وقاموا باختراق الأجهزة الأمنية في العراق، واخترقوا بشكل أساسي القطاع الاقتصادي في العراق. بالتالي يجدر بنا أن نكون واعين ودارين أنه حتى لو كان هناك بعض أساس العراقيين الذين يدعون علانية لطرد الجيش الأمريكي من العراق، لكنني أتوقع كذلك وجود ساسة عراقيين غيرهم وربما بصورة خصوصية غير مسرورين بإمكانية رحيل الجيش الأمريكي. لماذا؟ لأن هؤلاء الأشخاص هم متآمرون طيعون بيد الأمريكيين، ولا أتحدث عن العراق فحسب، كذلك ينسحب على مختلف أنحاء الشرق الأوسط. لكن لنفترض كذلك أن يرحل الأمريكيون عن العراق، لا يعني ذلك أن النفوذ الأمريكي قد انتهى في العراق، ذلك لأن الخدمة المدنية برمتها تحت أمرة واشنطن، وكانت أمريكا تتحكم بمؤسسات الخدمة المدنية في بلد ما، يمكنها أن تتحكم مختلف أواصر هذا البلد. وعندما يحل الأمريكيون ضيوفا على أي بلد جديد لكي يعززوا هيمنتهم العالمية، أولى المؤسسات التي يستولي الأمريكيون عليها هي مؤسسات الخدمة المدنية والقطاع العام. وبالتالي حتى لو ترك الأمريكيون العراق، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث عما قريب، ستبقى أمريكا القوى المهيمنة في العراق لأنها ولذلك سيد ماركوس القطاع. الدليل على ذلك الأمريكي يدرك بأنه يمكن أن يتحرك في العراق على ثلاثة خطوط كما يقال: الضعف الرسمي العراقي هذا الموقف، الاستنفار الفصائلي، وكذلك التذمر الشعبي، وهذه نقاط لابد من الغوص بتفاصيلها. كيف يمكن أن يستثمر الأمريكي؟ لأن هنالك سيناريو يطرح جديد، الشارع تحريكه لتأليبه والاستثمار به عبر ترامب، وتظاهرات جديدة قد تشهدها العاصمة بغداد والمناطق العراقية المختلفة، فضلا عن الذهاب دائما إلى الخيار التقسيمي أو السيناريو التقسيمي واللعب على المكونات الطائفية المكونة لهذا البلد. ولكن اسمح لي سيد ماركوس وأيضا ضيوفنا الكرام أن نعود بالتفصيل الآن إلى بروز اسم قاعدة عين الأسد، نتحدث بشكل عسكري أكثر مفصل عنها. إذن مشاهدينا الكرام، بعد الرد الإيراني الصاروخي فجر أمس، برز اسم قاعدة عين الأسد الأمريكية بمحافظة الأنبار جنوب العراق. هي من كبرى القواعد الأمريكية
بغرب آسيا وكذلك مركز تنصت وتجسس، شكلت نقطة انطلاق للعمليات العسكرية، كذلك هي نقطة تدريب للقوات العراقية وثاني أكبر قاعدة جوية أمريكية بالعراق بعد قاعدة بلد، استخدمتها واشنطن نقطة عودة إلى العراق عام 2014، فشكلت مقرا رئيسيا لنقل الجنود والعتاد، إضافة إلى تحويلها مقرا لاستقبال جنود التحالف الأمريكي. تتحدث طهران عن طائرات أواكس للتجسس التي كانت ترصد المنطقة وتحلق بأجواء القاعدة لمنع تعرضها لأي قصف. قاعدة عين الأسد إلى جانب قاعدة حرير شكلتا منطلقا لدعم القواعد الأمريكية بسوريا وأمدادا لوجستيا للقوات الأمريكية جنوب مدينة الحسكة وبقاعدة التنف شرق سوريا. أما قاعدة حرير فهي الأقرب إلى الحدود الإيرانية بإقليم كردستان العراق واستخدمت لتدريب قوات البشمركة. هي مزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة هجومية وشكلت الوجهة الأساسية للقوات الأمريكية المنسحبة من سوريا أخيرا. انطلاقا من أهمية هذه القواعد العسكرية والاستراتيجية، لابد من التحدث عن المواقع والقواعد الأمريكية بمنطقة شرق الفرات سيادة العبيد. بمجرد حدوث الرد، توقع الرد الإيراني من قبل الأمريكي، كان هنالك تحركات لافتة غير اعتيادية، يبدو كانت إجراءات احترازية لتجنب وقوع خسائر كبيرة يقال إذا ما تم استهدافها بإطار الرد على اغتيال الفريق سليماني. ارتباك واضح بالشمال السوري، ما الذي يعني ذلك؟ وهل أيضا التحرك لا يمكن فصل مصير كما يقال تواجد الولايات المتحدة بالشرق السوري عن تواجدها بالعراق بطبيعة الحال؟ طبعا. أولا يعني أنا ذكرت بالبداية عن القراءة الخاطئة، هم في البداية اعتقدوا أنه لن يجري الرد على اغتيال الشهيدين، أن إيران مرتدعة ولن تستطيع الرد، ولكن بعد أن شاهدوا عمليات التشييع الاستثنائية والحشود الشعبية الضخمة التي ظهرت في العراق وفي إيران، الأمريكيون بدأوا يبحثون في البدائل، أنه الإيرانيين يحتمل أن يردوا، وين بدهم يردوا؟ دون شك كانت قاعدة عين الأسد هي الأكثر احتمالا للضرب، وأيضا بياخذوا بعين الاعتبار أنه قد تستهدف أهداف أخرى، ومنها القوات الأمريكية الموجودة قرب حقول النفط في دير الزور، يعني حقل العمر وحقل كونيكو. طبعا أبعدوا هذه القوات أكثر باتجاه الشمال الشرقي، يعني إلى الحدود السورية التركية، لتصبح خارج مدى الصواريخ الإيرانية المحتمل استخدامها ضد قاعدة عين الأسد. يعني هن في البداية توقعوا ما يصير رد بالمرة، في المرحلة الثانية بعد ما شافوا الإصرار الإيراني وإصرار القائد وحديث القائد الخامنئي عن الرد، أنه الرد محتمل بس وين؟ ممكن أكيد قاعدة عين الأسد كانت أساسية، وكانوا بيعتبروا أنه الرد بالعراق سيكون الأكثر احتمالا، ولكن أخذوا احتياطات في المناطق الأخرى. أولا يعني أنا بدي أقول شغلي إلى علاقة باللي ذكروا ضيفنا، يعني قاعدة عين الأسد بالبداية، قاعدة عين الأسد أهميتها ليس بالضرورة أن نتحدث فيها، ولكن هي قاعدة مهمة للوجود العسكري الأمريكي في سوريا. هي هذه القاعدة هي قاعدة ذات قيمة استراتيجية لأنها موجودة قريبة من الحدود السورية العراقية، هي تخدم الهدف الرئيسي، الهدف الأمريكي الرئيسي من حضورها إلى العراق عام 2003، وهي شرذمة أو قطع محور الجيوستراتيجي، المحور المقاوم الممتد من إيران إلى لبنان وفلسطين مرورا بسوريا والعراق. أنت يتواجد الأمريكيون خصوصاً مباشرة خصوصا بعام 2014 مع بدء محاربة داعش، فكانت قاعدة عين الأسد قاعدة عسكرية هامة ذات قيمة استراتيجية، وهي تعتبر من أهم القواعد الأمريكية في المنطقة، حتى أهم من صحيح. القواعد الموجودة في دول الخليج. هي قاعدة لأنه هنا هي موجودة في بيئة لا تعتبرها موالية، لذلك هذه القاعدة كانت مجهزة. و طبعا أنا بقول الحسابات الأمريكية ستصبح شكلا آخر. أيضا موضوع الخطأ في الرد، الخطأ في التقييم، وهذه كل البدائل اللي رفعت لترامب أنا بتقديري، وإلا لم يكن لو كانوا حاطين البدائل
ما كانوا نصحوه بالضربة. موضوع أنه السليماني لا بديل له، يعني أنه قتل سليماني سيؤثر على عموم محور المقاومة، وهذا الأمر هم لا يفقهون ثقافة هذه الشعوب، أنه إذا استشهد قائد هناك قائد بديل حكما. هذه لا تقف هذه المقاومات وهذه الحركات وهذه الشعوب على استشهاد قائد، وعنا الحوادث كثيرة والأمثلة كثيرة من لبنان إلى فلسطين إلى إيران إلى العراق، أنه استشهاد قائد عظيم لا يؤثر، بالعكس هو يعني يدفع الروح المعنوية إلى الأمام ويكون حافزا للشباب المتوثب لاستكمال المعركة. ما قاله الضيف عن موضوع الانتخابات بالداخل الأمريكي والعب على هذه الورقة، هل تسمح لي بما يتعلق بهذه النقطة أن أغوص أكثر بالموقف الداخل الأمريكي؟ لأنه اليوم في حملة واسعة بالصحف الأمريكية التي تنتقد الخيارات، نانسي بيلوسي أيضا يذهبون ونحن بانتظار التصويت فيما يتعلق بفرملة ترامب وتهوره اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بقرار السلم والحرب وحتى بالحرب ضد إيران. ولكن سأذهب إلى سيد ماركوس قبل أن تغادرنا، قبل أن يغادرنا ولنكتسب الوقت معه سيد ماركوس، كيف نفهم يعني هل بتغيير قواعد الاشتباك الجديدة إذا وضعت هذه القواعد والمرحلة الجديدة من قبل محور المقاومة وإيران كيف سيتصرف الأمريكي؟ نحن أمام قوة عظمى لا يمكن إنكار ذلك، هل سيسلم بهذه البساطة؟ وأيضا سيد ماركوس عدم الرد الأمريكي على الرد الإيراني ويستوعب الضربة لأنه لم يقول لم يتجاوز الخطوط الحمر لإدارته باستهداف خسائر بشرية، هل أيضا فتح الباب مجددا أمام مفاوضات شاملة العودة إلى ما قبل اغتيال سليماني أو حتى تقديم مبادرات جديدة أولوية يقول محاربة داعش، يعني دعوات إيجابية جدا لإيران لم نفهم لماذا جزها أو أوجدها ترامب بخطابه الأخير مؤتمره الصحفي الأخير؟ لا، لا أعتقد أن سنشهد على أي مفاوضات مستقبلية بين الأمريكيين والإيرانيين. نعم، أمريكا هي دولة عظمى وأمريكا تشكل كذلك السلطة أو القوة المهيمنة على الشرق الأوسط. نعم، لكنها ما عادت القوى المهيمنة التي كانت عليه في بداية الألفية الحالية أو في تسعينات القرن الماضي، وهذا صحيح لأن إيران تعاظمت قواها بشكل مستمر وتعاظمت قدرات حزب الله القتالية بشكل مضطرد. وأذكركم بأن حزب الله ما عاد منظمة قتالية تقاتل في الشوارع والأزقة، بل حزب الله بات يشكل جيش قادرا إلى حد كبير. وثالثا، السيطرة الأمريكية في الشرق الأوسط إلى وهن كبير، فروسيا عادت إلى المنطقة، بالتالي نشهد اليوم على زخم متنام في طهران ودمشق وموسكو لإطفاء الطابع الرسمي على تحالف غير معلن سابقا بين روسيا وسوريا وطهران والتي تطور على مر السنوات الماضية. هو تحالف غير رسمي حاليا ينجلي أكثر فأكثر في مواجهة الأمريكيين والإسرائيليين والسعودية على مستوى الشبكة المعادية التي تولدت في الشرق الأوسط والتي تشكل ركيزة ومرساة الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط. أعتقد إذن أن هذا بحد ذاته يشكل تطورا إيجابيا إلى حد كبير على ضوء فاجعة وقعت مؤسفة جدا. أتحدث هنا بالطبع عن اغتيال الفريق السليماني، لكن أعتقد بكل بساطة أن الأمريكيين سيحافظون كذلك على هيمنتهم في الشرق الأوسط، إلا وأكرر إلا في حال حصلت صحوة شعبوية في بلدان الخليج أدت إلى الانقلاب على تلك الحكومات الضعيفة الواهنة الواهية والمتآمرة، وقام الشعب بطرد الأمريكيين، أو في حال حل يوم ونفد النفط فيه في الشرق الأوسط، أو بكل بساطة ما عاد الأمريكيون فعلا بحاجة إلى النفط لتغذية اقتصادهم. بالتالي إن لم نشهد على تجسيد
إذن لأي من هذه السيناريوهات؟ لا أرى كيف سيرحل الأمريكيون بكل بساطة أو سيطردون من الشرق الأوسط بكل بساطة. نعم بالطبع المقاومة تزداد عتاوة وشدة، وهي كذلك في لبنان وسوريا وإيران وكذلك في العراق إلى حد ما، لكننا نتحدث عن منطقة فيها الكثير من البلدان الأخرى غير تلك البلدان وكذلك شمال أفريقيا التي تشدد وتغالي في دعمها الأمريكيين، وهي بالطبع تواجه تحديا كبيرا. لا أتحدث بشكل متشائم لكنني واقعي. المقاومة للإمبريالية الأمريكية وللوهابية السعودية وللأفعال الجرمية الإسرائيلية هي مقاومة إلى تعزز وتنام، لكن الأمريكيين لن يطردوا بكل بساطة من الشرق الأوسط في ظروف صحيح. ويريد أن يدفع الثمن أكثر إلى الجانب الأوروبي بما حديثه عن حلف الشمال الأطلسي الذي يطالبه بتعزيز حضوره بمنطقة الشرق الأوسط ترامب، وفي الشق الاقتصادي إلى أي مدى سيتنازل عن هذه الورقة الرابحة، لأنه يمهد وكأنه إلى خطوة جديدة ترامب حينما يقول بأنه لم نعد نحتاج إلى هذه المنطقة بمخزونها النفطي وبات لدينا اكتفاء. على كل الأحوال سيد ماركوس بابادوبلوس، نحن نشكرك بأنك ستبقى وستعطينا من وقتك أكثر لمدة نصف ساعة وستشاركنا بالجزء الثاني من المسائية، ولكن الآن سنتوقف ضيوفنا الكرام وكذلك مشاهدينا الأكارم مع فاصل قصير، ومن بعده نعود لاستكمال المسائية بجزئها الثانية ومحاور أخرى. ابقوا معنا. من جديد نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام بالجزء الثاني من المسائية، وأيضا نجدد الترحيب بضيوفنا الأكارم، ولكن لكلام العميد حاجي زاد اليوم دلالات وتداعيات، فما هي وأي اعتبارات عسكرية واستراتيجية تحكم المعادلة المصاغة حديثا من إيران؟ الإجابة مع هبة محمود. ما يقوم به قائد القوة الجو فضائية في حرس الثورة في إيران أمير علي حاجي زادة هو أكثر من شرح لما حدث وأعمق من إيضاح. العميد الإيراني يرسم خريطة المنطقة الجيوسياسية من جديد، مجيبا عن أسئلة محورية وعارضا صور الدمار الذي ألحق بالقاعدة الأكثر بعدا عن الحدود الإيرانية والأشد تحصينا وتجهيزا. هذه الأسباب التي جعلت ترامب يزورها قبل عام وجعلت إيران تستهدفها قبل أيام. تظهر صور الأقمار الصناعية حجم الضرر، وتؤكد الشروحات الإيرانية أن قواتها كانت تعرف بالضبط كل نقطة ومكان استهدفته ووظيفته، فالهدف كان توجيه رسالة للإدارة الأمريكية بضرب أهداف مهمة واستراتيجية. كما رسمت إيران بهجماتها علامات استفهام كبيرة بشأن القدرات العسكرية الأمريكية الفعلية. حاجي زادة ركز على فشل المنظومة الدفاعية الأمريكية التي تستخدمها السعودية أمام صواريخ محلية الصنع عندما استهدفت من اليمن، ومجددا عندما استهدفت من إيران. وهناك رسالة معنوية مهمة، وهي أن المعادلة في المنطقة قد تغيرت، وإيران وضعت واشنطن في موضع أكثر إحراجا، إذ جعل التهديد الرئيس الأمريكي بضرب نقاط إيرانية إذا ردت على الاغتيال يذهب أدراج الرياح، فظهر كمن يهدد ويتراجع بينما هي هددت ونفذت. أما أهم إجابات العميد حاجي زادة فكانت عن سؤال بشأن طبيعة المرحلة اللاحقة. هو لم يجب بالكلام فقط، فهو تحدث ومن ورائه أعلام فصائل المقاومة الممتدة على خريطة دول المنطقة من سوريا والعراق واليمن وفلسطين وحتى باكستان وأفغانستان. رسالة واضحة في الإشارة وعميقة في المضمون. فالعميد يقول إن المراحل اللاحقة ستكون على مستوى محور المقاومة بأكمله، والصفعة الإيرانية افتتاح لعرض حقيقي سيبدأ في المرحلة التالية ضمن سيناريوهات مطروحة بجلها على الطاولة. فاللعب الآن أصبح على المكشوف. أستاذ الشريفي،
يعني أتحدث عن دلالات هذا المؤتمر الذي أشارت إليه الزميلة هبة محمود، وأيضا أضيف إليها نقاط مهمة. مقاربتين السيد الشبل الذي تحدث عن تاريخ طويل للمقاومة العراقية بمحاربة الأمريكيين من 2003 وأدت إلى انسحابهم ب 2011. بالمقابل سيد ماركوس من لندن يقول بأن هنالك استثمار وخروقات تلعب عليها ويلعب عليها الأمريكي. الآن لمن الغلبة بالمشهد العراقي؟ وهل يبحث أو تبحث المقاومة العراقية وفصائل المقاومة العراقية عن رد يتلائم مع الوضع السياسي والوضع الميداني المكون؟ وبالموقف السياسي هل هنالك نقطة ضعف واضحة؟ نعم، بالحقيقة الإشارة كانت واضحة جدا، أنها تعطي إيحاء إلى العمق الاستراتيجي الذي ينفتح باتجاه رقع جغرافية برية، ويظهر أيضا أبعاده بإطلالات بحرية، وتدخل أيضا فيه توازنات المضائق. فمعنى ذلك أن حرب الطاقة وحرب المياه والتوازنات في إدارة الصراع والإعلان عن المجال الحيوي كان واضحا جدا. فإذا من يملك الميدان هو الذي يستطيع أن يفرض الإرادة ويفرض الشروط. أما القوة فكل قوة وافدة تصنف أنها واهنة حتى وإن امتلكت قدرات تقنية عالية جدا، لأن الميدان سيحكم المرونة، والمرونة ستحيد. على سبيل المثال القواعد الجوية حيويتها وين تكمل؟ المدارج وإقلاع وهبوط الطائرات. بمجرد أن تفقد القاعدة الحزام الضامن لأمنها من المشاغلة بالنيران المباشرة أو غير المباشرة تحيد. ثم إذا كان هناك مقتربات تجعل الطائرة في مرحلة الإقلاع ومرحلة الهبوط وهي تكون فيها في أوهن مراحلها ضعيفة وقد تستهدف بصواريخ مضادة إلى الطائرات، أيضا يعمل على تحييد القواعد. ووجود وجود الأمريكان هو وجود يقتصر على القواعد، و هذه المعادلة مقروءة من قبل الولايات المتحدة بدقة، أن القواعد حتى وإن تحدثنا عنها بوصفها محصنة فهي قد تكون محصنة، تستطيع أن تحمي أفرادها ولكن لا تستطيع أن تؤدي دورها الوظيفي إن تم إسكاتها أو مشاغلتها بالنيران المباشرة أو غير المباشرة، أو إسكات النشاط الفاعل للقاعدة الجوية، لا إقلاع طائرات ولا هبوط، فإذا ما جدوى من القواعد. لذلك هي هذه المعادلة مقروءة جدا، فضلا عن المجال الحيوي والميدان الذي كما قلنا الإطلالات البحرية. حتى إذا أرادت أن تستبدل القواعد البرية بقواعد عائمة وزجت بها في المسطحات المائية فهي ستكون هدفا وصيدا سهلا للصواريخ، لا سيما أنه نظرية الرشقات في الصواريخ البالستية تصنف من المعضلات التي لم يجري إلى الآن حلها. سيد شريفي، هذا بالمعنى العسكري، أنا أتحدث الآن بالمعنى السياسي. لمن الغلبة بالمشهد العراقي؟ هل هنالك محاولة أمريكية جديدة؟ أنطلق من كلام يعني لشخص مثل صالح محمد العراقي مقرب من السيد مقتدى الصدر، يحذر من استعدادات لأن تشهد بغداد تظاهرات لرفض قرار البرلمان الخاص بانسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية. هل يعني نحن أمام محاولة جديدة أمريكية خلق تظاهرات لا تريد برلمان، لا تريد أحزاب، لا تريد حتى المرجعية؟ وما الذي يعنيه ذلك؟ خرق الصفوف السياسية؟ في تقديري التحدي أكبر من التظاهر. التحدي هو في قدرة الولايات المتحدة على تبني خيار حكومة الطوارئ. وفي حكومة الطوارئ سيصار إلى فتح ملفات. وهذه الملفات ما يؤسف إليه أنه لم نكن موفقين في إدارة الصراع وإدارة الأزمة أن نحصن المنتظم السياسي من الوقوع في ملفات الفساد، وبالتالي مسألة الابتزاز ستكون حاضرة فضلا عن ضعف ووهن الرصيد الجماهيري. ابتزاز لمن أستاذ الشريف؟ الخطورة لا تكمن فقط. نعم، ابتزاز لمن؟ بالحقيقة المنتظم السياسي سيعاني في المرحلة القادمة، وأن القرار قد لا يمرر،
بسبب أن الحكومة حكومة سأتركك تستريح قليلا سيد الشريفي لأعود إليك أخذ التفاصيل منك بما يتعلق بالشق العراقي. ولكن سيد الشبل من القاهرة، يعني نحن تحدثنا كثيرا يمكن بالمحور الأول عن ميزان الردع، قواعد اشتباك جديدة، ولكن ماذا عن التبعات السياسية لهذا الردع؟ كيف ستظهر أو الردع عفوا، كيف ستظهر ترجمتها بالإقليم قريبا برأيك؟ يعني أنا في رأيي أن في نقطة جميلة قوي لفت ليها ضيفكم الكريم من لندن، هي صعوبة خروج الأمريكي من العراق. حقيقة الأمر الأمريكي مش موجود عشان النفط بس، أمريكا في النهاية دولة رأسمالية بتحمي مصالحها في نهب الثروات وضمان وجود الأسواق بتاعت بلدنا مفتوحة لمنتجاتها الأمريكية. نحن الآن أنت مشاريعك كلها الحقيقة الحرب في جوهرها هي حرب اقتصادية لمنعك من التصنيع، لمنعك من الإنتاج كي تبقى بلادك مصدر للموارد الخام وسوق مفتوح لسلعهم. هي دي حقيقة المشروع، هو ده سبب مشاريعنا اللي بتتضرب من أيام مصدق في إيران وجمال عبد الناصر وتشافيز، إن إحنا عايزين نصنع عايزين ننتج، وهم عايزين بلادنا تفضل أسواق ليهم. غرض وجود الأمريكي في منطقتنا مش غرض النفط بس، دي أول نقطة. النقطة الجميلة اللي هو أشار إليها إن أمريكا متوغلة في العراق وليها عملائها، حقيقة الأمر يعني إن مقاومة العملاء هو بمزيد من المقاومة. أنت تستطيع أن تحرج العميل عبر تصعيد مقاومتك، راهنوا على الشعب مهما كان أي مكان ما أي مكان ما، يعني اللي بنشوفه في مواقع التواصل وإلى آخره قد يحزن البعض، لكن الجوهر العربي والجوهر الشعبي من كل القوميات مقاوم. مفيش حد حابب انه يتنهب، مفيش حد حابب انه يكسر ويضغط عليه ويستنزف، مفيش حد، كل الناس ليها طموح للمستقبل افضل، والمستقبل الافضل ضمانته ان تكون مستقل وان تكون متحرر. جمال عبد الناصر انتصر على كل الملوك الرجعيه في خطابه بسبب انه كان مقاوم، هم كان لديهم اعلام وهو لديه اعلام. ايه المحك الفيصل؟ المقاومه. كلما كنت مقاوم كلما قدرت تكسب الشارع في صفك رغم كل ما يحدث، رغم استغلال الامريكي والادوات الامريكيه. طيب بالعوده الى النقطه، انا يعني انا اتحدث من بعد غير عسكري شويه، يعني انا شايف ان الكلام كله يعني كل الاساتذه الافاضل بيتكلموا من بعد عسكري، انا لا. الشق الثاني نحن نتحدث بالابعاد السياسيه من المسائيه، وهذا لب الموضوع وجوهر الموضوع. تفضل استاذ الشبل. صحيح البعد، حقيقه الامر الحرب الامريكيه الان، الرد الامريكي انا في رايي ان ايران مش ند عسكري بالتاكيد لامريكا، وده لا يعيب ايران، بالعكس ده يشرفها ان هي بتقاوم وهي اضعف عسكريا، دوله مجتهده. احنا عايزين النماذج المجتهده، النماذج الصامده، نموذج نيكولاس مادورو اللي قادر يصمد قصاد امريكا هو اضعف، هو على مرمى من على مرمى حجر من شواطئها الجنوبيه، هو دي النماذج دي. احنا عايزين نموذج الاضعف لكن مجتهد بيقاوم وبيطور نفسه. طيب امريكا بتحاربنا ازاي؟ امريكا مش بالضروره انها تحبك عسكريا او تضربك عسكريا، امريكا عندها ادواتها، ادواتها الناعمه للاختراق. هو استغلال امريكا للالتزام الديني او التشدد في الالتزام الديني وما يخلفه من بعد طائفي لدى بعض الاوساط العربيه للخصومه مع المحور المقاومه، هل ده مش اداه امريكيه؟ الحشد العاطفه، الحشد عبر العاطفه الدينيه وغياب العقل النقدي، العقل التحليلي، العقل اللي قادر اللي عنده استعداد يلم المعلومات، وحشد كل الزخم ده مثلا يبقى ضد دوله صاعده كقطب في منافس لامريكا اللي هي الصين، هل ده مش حرب امريكيه؟ كل دي ادوات للحرب الامريكيه. هل الفيسبوك نفسه اللي هو في حقيقه الامر يعني موقع تواصل اجتماعي امريكي ان هو بيحجب منشوراتنا الدعم للمقاومه العربيه في لبنان او في فلسطين او الى اخره، هل ده مش جزء من المؤامره؟ حقيقه الامر دي كلها يعني نحن امام اشكال جديده من الحرب، الحرب ليس تقتصر على الادوات العسكريه بل حرب الكترونيه، حتى يعني بالمنظر السياسي الدبلوماسي حتى الاجتماعي كما ذكرت سيد الشبل. بالتاكيد والادوات دي اخطر، حقيقه الامر الادوات دي اخطر لانها بتحولك انت نفسك، بتحول البني ادم نفسه الى خصم الوطن، الى خصم المشروع والمقاوم، الى خصم جبهته المفترض يتحالف معاها. انت بتصبح عدو لنفسك، يعني بيتم حقنك بالتدريج بافكار بافكار خاطئه بتحولك انت شخص لانك انت بتبقى عندك استعداد انك تنتحر. يعني من المفاجئ ان يتحدث عربي الان من الشعب العربي في الخليج العربي عن ان احنا يجب ان ننأى بنفسنا عن المعركه، ننأى بنفسنا احنا كعرب ازاي اذا كانت امريكا محتليانا احنا، القواعد الامريكيه دي على ارضنا احنا العربيه.
احنا اصحاب المصلحه الاساسيه في طرد المستعمر الايراني. دي مصلحتنا احنا، مش مصلحه حد تاني. كون ان في ان 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 في طرف جار زي ايران، او طرف قطب عالمي زي روسيا، البلاد دي ليها مصلحه او بتحاول تحمي نفسها عبر خوض حرب خارج حدودها، ده شيء يحسب ليها. لكن احنا ننأب نفسنا ازاي؟ سيد جبل، بما انك تطرقت الى مواقف تحديدا الدول الحليفه لواشنطن ومن دفعت الغالي والنفيس مثل دول الخليج لتشتري انظمه الدفاع اظهرت تاكلها وعدم قدرتها على الردع، ان كان الامريكي نفسه فما بالك بالوكيل مثل الدول الخليجيه. هذه النقطه ساحيلها عليك سيد ماركوس، واضيف لها بعض العواجل التي ظهرت قبل قليل على شاشه الميادين لتعلق لو سمحت عليها. مسؤول امريكي لرويترز يقول واشنطن كانت تعتقد بان ايران لن تشن على الارجح هجوما صاروخيا على الاراضي العراقيه، ويضيف ايضا انه الجيش الامريكي كان يدرس تعديلات دفاعيه محتمله بعدما اظهرت ايران استعدادها للهجوم بالعراق. كيف نفهم هذه المواقف؟ ضفها لو سمحت على ما هو دعوة الرئيس الأمريكي لحلف الشمال الأطلسي بتعزيز حضوره. ما الهدف يعني من تعزيز حضور الحلف الشمال الأطلسي بالمقابل هنالك تماهٍ كامل من قبل الدول الأوروبية الحليفة لها مع الموقف الأمريكي والقرار الأمريكي، والبعد حتى كل البعد عن مسك العصا من النصف والدور الوساطة؟ أعتقد أن الأمريكيين محقون في تقييمهم، حيث أن الرد الإيراني سيتوقف عند هذا الحد. وبرأيي أعتقد أن الفريق سليماني لما كان يوما ليرغب أن يؤدي اغتياله إلى تدمير الشعب الإيراني. ولا أتحدث بلهجة ميلودراماتيكية، لكنني أعتقد أن لو إيران كانت قد ردت بطريقة ألحقت بالجيش الأمريكي بخسائر بشرية كبيرة، لكان ذلك أدى إلى رد عنيف للغاية. وعندئذ كان الأمريكيون سيلجأون إلى الخيار العسكري الواسع النطاق ضد إيران. وفي هذه الحالة نعم، الإيرانيون بصفتهم مقاتلين بطبيعتهم، ونعرف أن الإيرانيين هم ورثة كبار الإمبراطورية الفارسية ويحملون هذه الدماء في عروقهم، وما كانوا ليتقبلوا الاجتياح الأمريكي وكانوا سيردون صعصعين. لكن مع ذلك لو قرر كذلك الأمريكيون أن يفوزوا في إيران مهما كلف الأمر ذلك، عندئذ لكان الأمريكيون سينجحون في الأمر على الرغم من كل الخسائر. ولا يمكننا أن نستثني إمكانية أن يستخدم الأمريكيون أو أن ينشروا الأسلحة النووية التقليدية ضد الجيش الإيراني، وعندئذ لن يلتجم الأمريكيون بأي بوصلة أخلاقية من خلال قتل ربما ملايين الإيرانيين لكي يفوزوا في إيران. بالتالي لا أعتقد فعلا أن الفريق سليماني كان يوما ليرغب أن تفضي عملية اغتياله إلى اجتياح أمريكي لإيران. وأعتقد بالطبع أن الحكومة الإيرانية، أن القيادة الإيرانية والشعب الإيراني كلها جهات عقلانية إلى حد كبير، وتعرف كيف تتعامل بهذه الأمور، وتفهم تماما هذا الواقع، وأنه في حال هاجم الأمريكيون إيران من دون أي استفزاز أو ما تعتبره أمريكا استفزاز، فالإيرانيون سيقاتلون حتى الرمق الأخير، بالطبع حتى النبض الأخير. لكن ما خلا ذلك لن يكون من مصلحة إيران أن تبالغ في ردها وأن تقدم على طبق من ذهب الذريعة للأمريكيين. فالأمريكيون تذكروا أنهم قتلوا مليون فيتناميا ولا يملكون أي رادع أخلاقي في هذا السياق، وقتلوا أكثر من مليون عراقي ولم يواجهوا أي أرق أخلاقي. انظروا إلى عدد السوريين الذين قضوا نتيجة لطريقة نشر الأمريكيين لوكلائهم الوهابيين في مختلف أرجاء البلاد. الأمريكيون قد سكبوا اليورانيوم على المدنيين الصربيين لأشهر ثلاثة ولم يشعروا بأي ندم أخلاقي حيال ذلك.
بالتالي عندما نتحدث عن الأمريكيين نتحدث عن أشخاص لهم نزعات نفسية جرمية وما هؤلاء لابد أن توخي الحذر. نعم اليوم تثبته ما قالته الصحفية بجريدة ليبراسيون الفرنسية أميلي فغي بأنه اغتيال سليماني وجه ضربة لنظام الشرعية الدولية من جديد. ولكن أريد منك تعقيب سريع عن إعادة الانتشار من قبل حلف الشمال الأطلسي حينما يقول لديه إعادة تموضع بعناصره الموجودين بالعراق. واضح ذلك من خلال ما قامت به ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية. بالمقابل هنالك دعوة واضحة لخطوات وثمن باهظ أكبر لحلف الشمال الأطلسي من قبل ترامب. هذه نقطة أود إيضاحها منك. ولكن اسمح لي الآن أن ينضم إلينا محمود العجمي الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية معنا من غزة. أستاذ محمود، يعني بسياق التداعيات أو الدلالات إن كان العسكرية وكذلك السياسية لهذا الرد، اليوم كيف نفهم موقف المقاومة الفلسطينية التي هي جزء وكان لديها الحضور الأكبر من خلال وفدي حركة حماس وكذلك الجهاد بمراسم تشييع الشهيد سليماني، أيضا المواقف والبيانات الواضحة، هل هي اليوم جزء واضح من هذا المحور المعني بالرد على العملية التي جرت وعلى موازين القوى الجديدة؟ وأيضا ما هو الموقف الأمريكي؟ هل هو بانتظار المتأمل ويترقب؟ يعني أعتقد جازما أن المقاومة الفلسطينية هي جزء من محور المقاومة وهي في قتالها على مدار العقود الماضية كانت تتحرك من موقع أن الولايات المتحدة الأمريكية هي العدو الأول الذي يحقن الحياة في كيان المستوطنين المحتل في فلسطين المحتلة. الولايات المتحدة هي الدولة الثانية التي اعترفت بدولة الاحتلال، وهي الدولة التي أمدتها بكل أسباب القوة العسكرية والمالية والإعلامية والدبلوماسية. ولا أريد هنا أن أدخل في التفاصيل، ولكن يكفي أن آخر ما قدمته الإدارة الأمريكية هو نقل السفارة من تل أبيب المحتلة إلى القدس المحتلة بكل ما تعنيه القدس لكل شعوب أمتنا العربية والإسلامية، وعلى نحو خاص محور المقاومة. المقاومة الفلسطينية تعمل وعلى مدار العقود الماضية بدعم كامل للأيدي البيضاء للجمهورية الإسلامية في إيران، وقد كان للشهيد الكبير والقائد قاسم سليماني دورا خاصا في إسناد المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تمتلك اليوم وفقا لهذا الدعم المبدئي والثابت والمستمر صواريخ قادرة على تغطية كل الوطن الفلسطيني. دقة هذه الصواريخ الرؤوس المتفجرة التي تصل إلى 4 و5 طن، كل ذلك بدعم إيران. وبالتالي الترابط ما بين المقاومة الفلسطينية وإيران هذا يبدو أننا فقدنا الاتصال بالأستاذ محمود العجمي. منها أعود إليك سيادة العميد بعدة نقاط متعددة تعقيبا، انطلاقا من كلام السيد محمود العجمي والمعنية الأول يوم بخندق المحور المقاومة، ووضعت يمكن فصائل المقاومة إن كان خصوصا حركتي الجهاد الإسلامي وحماس النقاط على الحروف ودورة وتعزيز الوفاء لما قدمته إيران للمقاومة الفلسطينية. ولكن أيضا لابد من التعقيب على نقطتين. حينما قال المدى البعيد تحدث الأستاذ الشريفي لإمكانية تحقيق هذه الأهداف بالنسبة لفصائل المقاومة العراقية وخروج الأمريكيين، لأنه في مقاربة لدى ضيوفنا أنه ستكون بعيدة وليس من السهل أن يخرج الأمريكي من المنطقة، ما هو تعقيبك؟ وكان في عاجل مهم على شاشة الميادين أنه يمكن درس تعديلات دفاعية محتملة بالنسبة للأمريكي. لا، أنا مع تقديري لما قاله السيد ماركوس وأيضا تعاطفي مع محور المقاومة، ولكن هو أشار إلى نقطة وكأنها مستحيل موضوع الانسحاب الأمريكي من المنطقة، أنه أمريكا ستدافع بقوة عن مصالحها في المنطقة وعن وجودها في المنطقة. هذا دون شك
لم يصور أحد أن المعركة ستكون سهلة، ولكن الأمريكيون سيخرجون من المنطقة وسأوضح لماذا. دون شك المعركة ليست سهلة، فيها دماء كثيرة، ستسيل فيها الدماء وتضرب فيها الدموع. هذا أمر لابد منه، لأن الولايات المتحدة لها مصالح، هي قوة كبرى، قوة عظمى، ولها مصالح في المنطقة، وهذه المصالح مرتبطة بحماية حلفائها إن كان إسرائيل ولا السعودية أو سائر دول الخليج. ولكن نحن عندنا تجارب في المنطقة، يعني إذا قيمنا واقعنا اليوم، واقعنا عام 2003، واقعنا اليوم أفضل من عام 2003 بعشرات المرات. المقاومة أكثر خبرة، أكثر امتدادا وانتشارا، من لبنان إلى فلسطين إلى العراق إلى سوريا. نحن بنعرف أن سوريا كانت دولة ممانعة، اليوم أصبحت دولة مقاومة بعد 8 سنوات من القتال. العراق من خلال الحشد الشعبي أصبح جزءا من محور المقاومة. فلذلك المعركة طويلة، ولكن أنا قلت من خلال قياس قوتنا اليوم وعام 2003 هناك لا قياس، لأنه اليوم وضع محور المقاومة أفضل حالتي، وأضيف إليه يعني كان هذا المحور يمتد من إيران إلى المنطقة، أصبح يضاف إليه أيضا المحيط الهندي وباب المندب والقرن الأفريقي، أصبح اليمن جزء من هذا المحور، ويعني هذا أيضا أصبح عمق استراتيجي لهذا المحور الممتد من إيران إلى منطقتنا. هاي من جهة. من جهة أخرى موضوع العراق، أنا ولا يعني أنا المعركة في العراق لن تخاض كما يعني على شاكلة الحرب أو على شاكلة الرد الإيراني. لن يكون الرد العراقي على شاكلة الرد الإيراني. الرد الإيراني دولة ذات قدرات كبيرة هي إيران، ردت على دولة على اعتداء قامت به دولة عظمى هي الولايات المتحدة، دولة ردت على قاعدة لدولة عظمى. ولكن العراقيون الفصائل العراقية ستقوم بظروف، يعني أنا بغض النظر عما قاله السيد قيس الخزعلي أو ما قاله السيد شريف أنه استبعد لن يقوم لا المقاومة العراقية، لا السيد خزعلي قال الرد مزلزل بالنسبة للرد العراقي، الرد سيكون مزلزل كتراكم مجموعة عمليات وليس عملية واحدة. الفصائل العراقية لن تستعمل نفس الوسائل التي استعملتها إيران، لأنه المقاومة العراقية هي ستقوم، المحتل الأمريكي موجود على الأرض العراقية، لذلك ستقوم بعمليات الجارية، وهي ستلجأ إلى العمليات المركبة التي تشترك فيها الجارية والحرب الكلاسيكية تماما كما قام حزب الله عام 2006. ولكن المقاومة العراقية دون شك مثل ما قلنا بال2003 لم يكن هناك مقاومة عراقية، المقاومة العراقية على عجل، شكلت على عجل وكانت أضعف وكانت مواردها أضعف وكان نقاط اتصالها مع إيران أضعف. ولكن اليوم المقاومة العراقية أصبحت بألف خير، هناك آلاف الشباب العراقيين الذين اكتسبوا خبرات ميدانية عظيمة. لذلك أنا أعتقد أن المقاومة في العراق التي ألحقت الهزيمة بالأمريكيين وأجبرتهم على الانسحاب عام 2011 بعد 8 سنوات من عمليات، من تراكم عمليات أدت إلى خسارة الأمريكيين لحوالي 5000 قتيل و 33000 جريح، هذه المقاومة اللي أصبحت أشد فعالية وأصبحت مترابطة مع المقاومة في سوريا والمقاومة في لبنان وفلسطين، وأصبح هذا المحور مفتوحا، أنا أعتقد هذه القوى تستطيع إلحاق الخسائر بالأمريكيين بصورة أسرع من الماضي. ولذلك السلوك الأمريكي يبدو أنه ينعكس عليه كل هذه النتائج التي أوردت بخلاصات العسكرية، وكذلك بالارتدادات السياسية سيادة العميد، لأنه في مواقف أمريكية ويتفاعل، وأشرت كنت تود التعليق على الداخل الأمريكي واستثمار ذلك بورقة كحملة انتخابية لترامب، ولكن البعض الآخر يقول لا، يعني اليوم هنالك انترست، ناشونال انترست تقول قد أنهى الواقعية السياسية بالنسبة لترامب أو واقعه السياسي. وهنا اسمح لي أن أذهب إلى هذا التقرير وسأترك لك المجال بالتعقيب على هذه النقطة. فبدأ واضحا مشاهدينا الكرام من تصريحات المسؤولين الأمريكيين ولا سيما العسكريين غياب التوافق بشأن الأثار المترتبة جراء اغتيال الفريق قاسم سليماني، فيما يعتزم الكونغرس المصادقة على مشاريع قوانين تحد من صلاحيات ترامب العسكرية والمتعلقة بإيران على وجه الخصوص. تقرير محمد كريم. كان لافتا التباين في تصريحات المسؤولين العسكريين حول الرد الإيراني على القواعد الأمريكية في العراق، ففيما اعتبر وزير الدفاع مارك إسبر
أن أمريكا استعادت مستوى الردع باستهدافها كتائب حزب الله، واغتيال قاسم سليماني بدا رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي أكثر تحفظاً بشأن الأثر الرادع لعملية الاغتيال، فبنظره من السابق لأوانه تحقيق ذلك، ولا سيما أن الصواريخ الإيرانية كانت تهدف إلى إلحاق أضرار هيكلية وتدمير مركبات ومعدات وطائرات وقتل جنود أمريكيين، ما ينافي ما ذهب إليه عدد من مسؤولي الإدارة بأن تلك الهجمات لم تكن بنية القتل، وهو ما استند عليه ترامب في خطابه الذي اعتبر خفضا للتصعيد. لم نعد ننتمي إلى الشرق الأوسط بعد الآن، نحن بحاجة إلى الحوار مع إيران وإعادة تأسيس علاقاتنا الثنائية. أما بشأن داعش فباستطاعة القوات العراقية والحشد الشعبي التصدي له. كل الإحاطات السرية بالخطر الوشيك الذي دفع الإدارة إلى اغتيال سليماني لم تقنع العديد من أعضاء الكونغرس وضمنهم الجمهوريون، لذا فإن مجلسي الشيوخ والنواب يعتزمان التصويت على مشاريع قرارات تحد من صلاحيات ترامب بشن عمليات عسكرية ضد إيران على وجه الخصوص والعودة إلى الكونغرس إذا أقدم على أي عمل عسكري ضد طهران. تجنب الحرب وحماية الأمريكيين هي مسؤوليتنا في الكونغرس. لقد حان الوقت للتخلص من تفويض استخدام القوة المستخدم حاليا. هذا التفويض لا يمكنه أن يستخدم مع إيران. لكن ترامب لا يزال يرسل إشارات متناقضة حول التشاور مع الكونغرس من عدمه. قمنا بما يتعين القيام به، لذلك لا أحبذ العودة إلى الكونغرس في مسألة شن حرب على إيران، لكن ربما أقوم بذلك بحسب الوضع في حينها. يبدو أن التفسيرات المتباينة حول خطاب الرئيس ترامب بين من اعتبرها إغلاقا لملف التصعيد ومن فسرها أنها خطوة تراجعية لا تكفي لإزالة القلق من احتمال استهداف القوات الأمريكية التي ستضع ترامب بموقف حرج. إصرار الكونغرس الأمريكي على غلق أي إمكانية للجوء ترامب إلى عمل عسكري ضد إيران دون تفويض مسبق يعني أن ملف تعرض القوات الأمريكية للخطر لم يقفل بعد. محمد كريم، واشنطن، الميادين. الآن سأتحدث بالشق السياسي فيما يتعلق بتحرك الدولة العميقة أو الدولة الولايات المتحدة الأمريكية بدولة مؤسساتها، المواقف الرافضة لتحركات أو الخطوة التي اتخذها ترامب حتى محاولة منع أو إصدار مشاريع قوانين تحد من صلاحيات ترامب العسكرية المتعلقة بشأن أي حرب مع إيران. ومنها إليك سيد الشريفي بمقاربة ما بين الواقع العراقي السياسي، لأن لم نستكمل معك هذه النقطة، هل إذا كان هنالك واقع سياسي منقسم مشتت هنالك لا يمكن إنكار حلفاء بالداخل العراقي يطالبون ببقاء هذه القوات واللعب على المكونات الطائفية من جديد واستثمار الشارع من قبل الأمريكي، هل يمنع أن تنفذ المقاومة إذا كانت أو فصائل المقاومة العراقية من أجندتها؟ وماذا أيضا عن استثمار ترامب لكل هذه القضايا بمنطقة الشرق الأوسط بقضاياه أو مآربه وأهدافه الداخلية عشية الانتخابات والتي يعمل عليها بشكل واضح؟ نعم، أنا في تقديري أنه منذ إعلان الولايات المتحدة عن الانسحاب من سوريا بدأت إعادة تموضع وإعادة انتشار في العراق، وكان البعد للانتقال ليس عسكريا فحسب بل سياسيا لإحكام القبضة، إدراكا من الولايات المتحدة أن تحقيق عنصر التغيير الجذري في العملية السياسية في العراق سيؤدي إلى مجيء حلفاء الولايات المتحدة، وآنذاك سيتم عزل جغرافي لمحور الممانعة والمقاومة بين سوريا ولبنان والجمهورية الإسلامية عبر منظومة حلفاء تسيطر بشكل أو بآخر على السلطة التشريعية والتنفيذية، وهذا الأمر متوقع جدا، وأن هناك رغبة في الالتفاف على مسألة التحدي العسكري بإيجاد توازن ردع داخلي على مستوى منظومة حلفاء يجري تمكينها على مستوى صنع القرار السياسي، وبالتالي ستتخذ جملة من القرارات منها الإبقاء على الوجود الأمريكي بل ربما توسيع التعاون، فضلا عن أنها بشكل أو بآخر ستطيح برغبة التعاون والانفتاح على سوريا وعلى الصين لإيجاد بدائل، فالأمور سارة حسب توقعي بهذا الاتجاه. طيب سيد ماركوس، بما يتعلق بالأهداف الأمريكية وترامب،
نانسي بيلوسي اليوم تقول أنه ما قام به ترامب وأيضا الصقور المحيطين بها لم تجعل البلاد أكثر أمنا بقتلها للقائد العسكري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، وكأنه كل المواقف بالداخل الأمريكي تكبل ترامب. على ماذا هو يستند تحديدا؟ على ماذا يراهن باتخاذه هكذا قرارات؟ ولماذا يطالب بحلف الشمال الأطلسي بأن يدفع الثمن في المنطقة في حين هنالك إعلان لإعادة نشر بعض القوات كان واضح من يعني مثل كرواتيا، كذلك ألمانيا، والكنديون كذلك كان لديهم خطوات بإعادة الانتشار بالمنطقة إلى الكويت والأردن؟ بادئ ذي بدء أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية يستخدمون واقعة اغتيال فريق سليماني فرصة كذلك للانقضاض على دونالد ترامب بشكل أكبر، ولتعزيز حجاجهم الداعية إلى عزل دونالد ترامب. الديمقراطيون بالطبع لم يحزنوا أو يذرفوا ولو دمعة واحدة على مقتل الفريق سليماني، لم يتأسفوا يوما أو لحظة على وفاته، لم ينادوا بقتله. الديمقراطيون خطيرون تجاه إيران وشعوب الشرق الأوسط بقدر الجمهوريين، دعونا لا ننسى ذلك. وكيف أنه عام 2008 أعلنت هيلاري كلينتون إنه في حال كانت هي الرئيسة ستقوم بمهاجمة إيران، بالتالي الديمقراطيون لا يكترثون أبدا بأمر إيران، لديهم فقط حساب سياسي يسوونه وينهونه مع دونالد ترامب. أما بالإشارة إلى حلف شمال الأطلسي، فمقترح ترامب بإعادة نشر قوات حلف شمال الأطلسي وتعزيز دوره في الشرق الأوسط سيكون أمرا جدليا بشكل كبير. فنتحدث عن أطراف أساسية في الحلف لم تكن موافقة أساسا على اجتياح الأمريكيين العراق عام 2003 تحديدا، أتحدث عن ألمانيا وفرنسا. وثانيا في حلف شمال الأطلسي بعض الأعضاء غير الراغبين بإرسال قواتهم إلى العراق لأنهم يعرفون أن جنودهم قد يعود إليهم في التوابيت، وذلك نتيجة عمليات قتالية وحشية إلى حد كبير، وتلك البلدان لا ترى أي مسوغ أو أي تبرير يدفع بها لإرسال جنودها لكي يقضوا على أرض العراق. بالتالي هي مسألة جدلية إلى حد كبير على مستوى الشمال الأطلسي الذي يشهد على قدر كبير من التوتر حاليا، لأن البريطانيين والأمريكيين يعتبرون أن أعضاء كثر في حلف شمال الأطلسي لا يساهمون بالقدر الكافي من ميزانياتهم الدفاعية في كل سنة في ميزانية الحلف، والأمريكيون يتحدثون عن أن الحلف لابد وأن يكفر عن ذلك من خلال إعادة نشر قواته في العراق، لكن ذلك فقط سيؤدي إلى زيادة التوترات على مستوى التكتل العسكري المتمثل بالحلف. ولا بد وأن نتذكر أن لفرنسا وألمانيا علاقات اقتصادية وثيقة مع إيران، بالتالي هذا سبب آخر بالطبع سيمنعها من إرسال قواتها للعراق لأنها لا ترغب بتهديد إمكانيات التبادل التجاري مع إيران، وهذا أمر نتفهمه جميعا. بالتالي على ضوء ذلك، ما هي القوات المتبقية في الحلف التي قد تقوم بإرسال جنودها وعديدها إلى العراق؟ ربما بولندا وكذلك أعضاء ودول أخرى في الحلف، ومع كل احترامي لها لكن لا تتمتع بوزن عسكري فعلي. أتحدث عن دول البلطيق، بلغاريا، رومانيا، كرواتيا، مونتينيغرو، دول هامشية لا تتمتع أو تحوي على أكثر من 10,000 جندي مجموعة، بالتالي لن يكون لها هذا الوزن الفعلي، وبالتالي أعتقد أن الأمريكيين سيفشلون في هذا الهدف المتمثل بتعزيز تواجد الأعضاء الأساسيين في العراق. أشكرك جزيل الشكر سيد ماركوس بابادوبلوس الخبير في الشؤون الدولية، كنت معنا من لندن ببقائنا معنا بالمحور الثاني في المسائية. وأيضا أعود وأجدد الترحيب بك أستاذ محمود العجرمي، انقطع الاتصال معك. أود أن أعرف منك من موقف الإسرائيلي تحديدا، لا جدل بأن مصلحة إسرائيل بل كانت هي المحرض الأساسي بمواجهة عسكرية أمريكية إيرانية كما تأمل تنتهي بهزيمة هذا المحور الذي تقوده محور المقاومة الذي تقوده إيران. هل اليوم تخشى إسرائيل من إمكانية انسحاب أمريكي
لا يضع بالحسبان أو يفرض قواعد اشتباك جديدة لصالح إسرائيل وليس إلى صالح محور المقاومة؟ وما هو الوضع الحالي؟ الانتظار والأمل فقط؟ أعتقد أن هذا التقدير صحيح بأن دولة الاحتلال تعيش اليوم مأزقا جديا بعد اغتيال القائد قاسم سليماني، حيث كانت تعتقد أن الولايات المتحدة ستندفع باتجاه إجراءات من طبيعة عسكرية ميدانية مستثمرة قواعدها في المنطقة، ولكن الأمور انقلبت عكس ذلك تماما. دولة الاحتلال تعيش مشكلة وجودية منذ عام 2006 في تموز في جنوب لبنان في مواجهة حزب الله بعد 33 يوم، وكيف جرى الانكفاء والاندحار. كذلك ما يعيشه نتنياهو من مآزق على المستوى السياسي الأمني مع محور المقاومة في الجنوب، أي أنه منذ عام 2008 والعدوان على قطاع غزة وسقوط إيهود أولمرت تجدد أيضا مآزق لنتنياهو في معارك 2012 حيث سقط إيهود باراك، وكذلك 2014 حيث سقطت قيادة جيش الاحتلال موشي يعلون، بيني غانتس، داني دانون، و2018 حين سقط أفيغدور ليبرمان. نتنياهو لا يعيش فقط مأزق الرشا والفساد وتوقع أن يذهب إلى السجن كسابقه إيهود أولمرت عام 2008، ولكنه أيضا وكما قال سابقا بيني غانتس رئيس الأركان واليوم أبيب كوخابي رئيس الأركان الجديد، أن قوات الاحتلال تتآكل على مستوى القدرة الردعية، أي أنه يعني في العمل العسكري أي عمل حربي هو عمل سياسي ساخن، أي لتحقيق أهداف سياسية. ومنذ عام 2006 في جنوب لبنان وفي فلسطين وحتى اليوم لم ينجح جيش دولة الاحتلال في تحقيق أي من أهدافه السياسية في ضرب المقاومة، رغم أنه استخدم كامل ترسانته العسكرية إن كان نخبته في النحال وقفعاتي وجولاني والأركان والمظليين. إذن سيد محمود، أفهم من هذا الكلام أنه لذلك تحرص إسرائيل على منع إظهار هذا التحريض الإسرائيلي على المواجهة، علما أنها بالمقابل هي ألا تضع المخاوف بتدحرج التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران؟ لأنه نحن نتحدث عن تقارير داخل الكيان الإسرائيلي مثل المرصد الأساسي أو المعهد المعني بالقومي الأمني أو الأمن القومي عفوا الإسرائيلي، يتحدث عن تهديدات حقيقية وجودية لهذا الكيان وليس فقط آنية بالمنطقة أو خوض حروب آنية بساحات المواجهة. هذا دقيق تماما، خاصة وأن المقاومة الفلسطينية نجحت في إفشال أي من عدوانات هذا الاحتلال رغم كل القوة التي استخدمها والتي وصلت إلى أكثر من 25 ألف طن في معارك تموز 2014. دولة الاحتلال تعلم اليوم أنه ليس فقط حزب الله في الشمال والجبهة الجنوبية في فلسطين في قطاع غزة على نحو الخاص، اليوم تعلم دولة الاحتلال أن الطرق باتت مفتوحة من طهران إلى بغداد إلى دمشق إلى بيروت، وكذلك وصول كل الإسناد الإيراني للمقاومة الفلسطينية. وكذلك هناك خشية حقيقية من القتال على أكثر من جبهة اليوم. دولة الاحتلال عام 56 و67 و73 وكذلك في معاركها مع لبنان ومع المقاومة الفلسطينية لم تقاتل على جبهتين، وهذا يشكل مقتلا لدولة الاحتلال. اليوم
دولة الاحتلال تعلم علم اليقين كما قال قائد الحرس الثوري الإيراني بأن أي محاولة أمريكية لتوسيع عدوانها أو أي محاولة لدولة الاحتلال من التقدم بعدوان سوف يجري تدمير هذه الدولة. وكما يقول دوما وهو على حق سيد المقاومة حسن نصر الله أنها أوهن من بيت العنكبوت. اليوم دولة الاحتلال باتت تخسر وبشكل حقيقي دورها الوظيفي في المنطقة، خاصة وأن هناك تنسيقا جديا وعلى أعلى المستويات بين كل قوى محور المقاومة في إيران، في سوريا، اسمح في لي سيد محمود أن أعرف كيف سيترجم يعني هذا التنسيق، لأنه بمقابل أيضا تنسيق محور المقاومة هنالك أطراف لا يمكن إغفالها بالمنطقة، ما تسمى بأمريكا الصغرى هي إسرائيل. يعني حتى الوجود الأمريكي يضع بأهدافه الجيوستراتيجية بضمان الأمن إسرائيل بالمنطقة قبل الأهداف الاقتصادية كما يقال. هل يمكن القول سيادة العميد، هنا أسأل بالبعد العسكري والاستراتيجي، أنه إسرائيل اليوم تتحرك ما بين إظهارها لتأييد الخطوات الرئيس الأمريكي وهي لديها مصلحة بطبيعة الحال، وبالمقابل هي لديها محاولة لإبعاد الساحة الإسرائيلية أن تكون ساحة المواجهة أو تكون ساحة الرد الانتقامي من قبل محور المقاومة؟ لا ننسى أنه بعد ضربة الحشد الشعبي ثم لاحقا اغتيال الشهيد سليماني وأبو مهدي المهندس، إسرائيل عاشت نشوة، ونتنياهو اعتبر ذلك إنجازا شخصيا، لأن نتنياهو والسعودية يعني إسرائيل والسعودية كانوا دائما يضغطون باتجاه أن تقوم الولايات المتحدة أن تخوض الحرب نيابة عنهم مع إيران، وهذا الأمر لم يحصل. عندما حصل اغتيال الشهيد سليماني كلهم راهنوا على النبرة المرتفعة لترامب وأن الولايات المتحدة ستلقي بثقلها في معركة ضد خصومها وبالتحديد إيران كونها القاعدة السلبة والرافد لمحور المقاومة. هذا الأمر خاب أملهم من بعد الضربة الإيرانية. بعد الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد ظهر التردد الأمريكي وبرز موضوع يعني والطرح طرح محور المقاومة أنه بدون يعني خلافا للتوجيه أو بالأحرى بمواجهة الأهداف الأمريكية التي أرادت من وراء ضرب هذين الرمزين المقاومين تفكيك محور المقاومة وإزاحة إيران من الساحة العراقية، بالمقابل محور المقاومة أخذ هدفا استراتيجيا للرد على اغتيال الشهيدين هو إزالة الوجود الأمريكي من المنطقة. والظاهر أن التردد الأمريكي الذي حصل أزعج إسرائيل جدا، وإسرائيل بدأت تحسب الحساب. يعني إسرائيل راهنت كثيرا على حرب واسعة، هذه الحرب لم تحصل، لذلك إسرائيل تعد الوقت الذي ستنسحب فيه الولايات المتحدة. واليوم الصحافة الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو سيسعى إلى إقناع حلفائه في الولايات المتحدة، اللوبي الصهيوني، المنظمات المؤيدة لإسرائيل، للضغط على إدارة ترامب لإبقاء القوات الأمريكية. ونحن بنعرف أن القوات الأمريكية جاء ترامب على صهوة الانتخابات تحت عنوان على صهوة الانسحاب الأمريكي من العراق والمنطقة، وشفنا نحن كيف أنه أعلن انسحاب مرتين من سوريا ثم لم يسحب قواته بناء لضغط اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة وبناء لطلب إسرائيل. اليوم الولايات المتحدة، وهذا بعد بأكد على اللي قلته بالأول، الولايات المتحدة ليست في وضع يسمح لها بخوض حرب شبيهة بالعام 2003. قلت بال 2003 انهزموا رغم أنه كان لهم 200,000 جندي في المنطقة، المقاومات غير موجودة حتى بالنسبة لترامب. هنالك إجراءات العزل التي يعاني منها، وهذا ما دفع يمكن ضيفنا ماركوس بتشبيهه بوضع كلينتون. هو قال أنه ليتجاوز هذا الموضوع وللحوافز الداخلية وبسبب الانتخابات القائمة ولتحسين وضعه في المنطقة، هو كان يريد
كان يقصد انه ان ترد ايران ثم يرد على الرد وصولا الى الحرب، وهذا لفتني سيبعد هذا الموضوع، ولكن هذا الامر لم يحصل. محمد، يعني تفكيك محور المقاومه هو الهدف الاساسي الامريكي، وايضا هذا ما ذكره قبل يعني بعض الوقت السيد الشبل. بظل هذا الهدف الامريكي سيد الشبل باقل من دقيقه، اي مسار سيتقدم على الاخر؟ المسار التفاوضي ام لا؟ نحن امام مسار مواجهه او ما سميت بحرب التحرير الكبرى او حرب استنزاف كما يقال. أنا بس شاعر بأن في استعجال لانتهاء الحرب. ليه معسكر الشر أو معسكر العدوان أو معسكر النهب أو معسكر الإمبريالية مش مستعجل مش مستعجل انتهاء المعركة؟ يا جماعة احنا لازم نفهم إن قدرنا هو المقاومة، قدر الشعوب هو المقاومة. الحكاية مش هتخلص، يعني الصراع بين من حد بيحاول يعتدي عليك وطرف بيدفع الاعتداء عليه حاجة مستمرة. احنا يجب أن نكون ما نكونش هايبين من المعركة. صحيح المعارك ليها تكلفة، بس ليه الطرف الثاني مش خايف من تكلفتها؟ احنا لازم نبقى واعيين لقدرتنا واللي احنا والانجاز اللي احنا حققناه. يا جماعة في كتائب على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك بتهلل لدولة زي اليابان. الأسطول السابع الأمريكي بينشط في سواحل اليابان. احنا قدرنا نقصف القاعدة العسكرية الأمريكية اللي موجودة في أرضنا العربية، بتحتل أرضنا العربية في العراق. ده إنجاز. أنا بس لفت نظري كلمة على العودة للوسائل اللي أمريكا بتحاربنا بيها. لفت نظري الحديث عن كرواتيا والجيش بتاعها اللي انسحب من العراق. اللي كان ماذا كان يفعل الجيش الكرواتي أصلاً في العراق؟ الجيش الكرواتي ده كان بيعمل إيه؟ لو نفتكر بس من فترة التهليل وحملات الفيسبوك اللي كانت بتحاول تلمع رئيس الكرواتيا وإلى آخره يعني. هل ده منفصل بقى عن خلق وعي مشوه؟ يعني إحنا على الفيسبوك بنسب ونلعن ونشوه في رئيس في كوريا الشمالية أو زعيم كوريا الشمالية وبنمجد في رئيس الكرواتيا. قيسي ده بقى على اللحظه الحاليه، مين يدعمك ومين ضدك؟ مين اللي معاك ومين ضدك؟ مين اللي بيحتل ارضك ومين اللي متعاون معاك؟ لذلك ذكرت نقطه مهمه سيد الشبل، للاسف انتهى وقت المسائيه. نحن امام انواع جديده من الحروب، ما سميت بالادوات او الاليات الجديده، حروب الجيل الرابع وايضا حروب الجيل الخامس التي تستخدمها امريكا، ولكن لا تمتلك كل الاليات والادوات. وبات واضحا بانه حتى محور المقاومه او الدول العربية، دول المنطقة ودول العالم الثالث قادرة على التحدي ومواجهة أمريكا. على كل الأحوال أشكرك جزيل الشكر السيد الشبل الكاتب السياسي، كنت معنا من القاهرة. أيضا شكرا جزيلا لك سيادة العميد محمد عباس، كنت معنا هنا في الاستوديو. شكر موصول لك أستاذ أحمد الشريفي الباحث الأمني والاستراتيجي، كنت معنا من بغداد. أيضا شكرا جزيلا لك عبر الهاتف السيد محمود العجمي الخبير في الشؤون العسكرية والاستراتيجية، كنت معنا من غزة. ونعود ونجدد الشكر للسيد ماركوس بابا بودولوس الخبير بشؤون الدولية كان معنا من لندن. وقبل ختام المسائية تذكير بأبرز عناوين ملفها الوحيد لليلة. العميد حاج زادة، الهجوم الصاروخي اقتصر على قاعدة عين الأسد لضرب الآلة الحربية ومركز القيادة والسيطرة، ولم نسعى لقتل أفراد. حاج زادة يؤكد استعداد إيران لمختلف السيناريوهات ومنها الحرب على نطاق واسع واستعداد الوحدات القتالية لدخول مراحل جديدة من العمليات. الرد الإيراني يرسم خريطة جيوسياسية جديدة للمنطقة، فأي اعتبارات سياسية استراتيجية تحكم المعادلة التي تنسجها طهران؟ تبعات الضربة تتفاعل في واشنطن، مشاورات في الكونغرس للحد من صلاحيات ترامب تجاه إيران، وتباين في تصريحات البنتاغون. بالتأكيد المزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى البث المباشر يمكنكم زيارة موقع الميادين على الإنترنت الميادين.net باللغتين العربية والإسبانية. المسائية انتهت، في أمان الله.